project cost management. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن ال project scope management وال project schedule management. طبعا احنا هنا بنتكلم knowledge area by knowledge area, يعني بناخد منطقة معرفية وبنتناولها وبعدين ندخل على منطقة معرفية تانية. وبأكد لأكثر من مرة ان ده مش الترتيب اللي انا بنفذ به المشروع, ولكن ده الترتيب اللي احنا بندرس به الكورس, مختلف عن الترتيب اللي انا بنفذ به المشروع. وحتى الترتيب اللي بيتنفذ به المشروع بيختلف من مشروع لمشروع ومن اندستري لاندستري تانية. تمام؟ طيب خلينا نبدأ مع بعض. الاول هنتكلم برضو زي ما عملنا كده في الاسكادول عن كوست مانجمنت كونسبتس اند بيسكس. تمام, هناخد شويه كونسبتس اند بيسكس. اول حاجه لازم نفرق ما بين الكوست استيميشن او الكوست والبرايسنج. في فرق يا جماعه ما بين التكلفه والسعر. التكلفه والسعر. الكوست استيميشن او الكوست اسيسنج هاو ماتش ات ويل كوست the organization to provide the product or service. يعني المؤسسة ايه هي التكلفة اللي ستتحملها عشان تنتج المنتج او الخدمة المطلوب تقدمهم في نهاية المشروع. بينما البرايسنج هي المؤسسة هتاخد كام من العميل عشان تنفذ المشروع ده, عشان تبرودوس البرودكت او السيرفيس ده. لما الكوست اللي جبناها هنا دي نحط عليها البروفيت, ده يدينا الايه؟ البرايس. ده طبعا يعني قد يعتبره البعض حاجة معروفة يعني من غير حاجة, ولكن قد يكون بعض الناس بيحصل عندها كونفليكت في الجزئية دي شوية. فاحنا حبينا نوضح المفهوم ده عشان يبقى واضح لكل الناس. طيب كمان هنتكلم النهاردة عن مفهوم مهم جدا ومن اهم المفاهيم اللي مبني عليها اصلا علم ادارة المشروعات وعلوم اخرى, الا وهو الارند فاليو مانجمنت. الارند فاليو مانجمنت, الارند فاليو مانجمنت اناليسيس او تحليل القيمه المكتسبه, بنعتمد عليها في ان احنا نقدر نعمل تقييم لاداء المشروع من حيث الاداء الزمني ومن حيث اداء التكلفه وكل الامور دي. طيب الارند فاليو مانجمنت اناليسيس او ايه هي الارند فاليو اناليسيس؟ قال لك it is a methodology that combines scope, schedule and resource measurements to assess project performance and progress. يعني هي methodology بتبتدي تعمل combine ما بين الscope والschedule والresources management measurement عشان نعمل assessment للproject performance وprogress. طيب it is commonly used the method of performance measurement for projects. تمام, دي من الحاجات المتعارف ان احنا دايما بنستخدمها في قياس اداء المشروع. طيب الانتجريتد بيز لاين او الميجرمنت بيز لاين او البرفورمانس بيز لاين بيكون كومباينيشن ما بين السكوب بيز لاين والكوست بيز لاين along with the schedule بيز لاين. لما ناخد البيز لاين 3 بيز لاينز, واحنا قلنا قبل كده يا جماعه البيز لاين ده هو الفيرجن المعتمد من الحاجه. يعني انا لما اجي اقول عندي سكادول وعندي سكادول بيز لاين, يبقى السكادول لوحده كده ستيل نوت ابروفد, بينما سكادول بيز لاين هو ده الفيرجن الابروفد من السكادول, يعني بقى خلاص معتمد. تمام. طيب وبنوضح ان الارنت فاليو مانجمنت اناليسيس كان بي ابلايد تو اول بروجكت ان اني اندستري. طيب هنتعرف النهارده على شويه حاجات, ويا ريت اللي يركز بقى معايا من اول لحظه دي عشان هنبتدي نقول كلام مهم وكلام محتاج تركيز. هنتكلم عن شويه مفاهيم. حاجه اسمها earned value, translation هي القيمه المكتسبه, planned value translation هي القيمه المخططه, actual cost التكلفه الفعليه, schedule variance هو مقدار التباين في الجدول الزمني, schedule performance index وهو مؤشر اداء الجدول الزمني, cost variance التباين في التكلفه, cost performance index هو مؤشر الاداء الخاص بالتكاليف, budget at completion
وهي إجمالي التكلفة عند الانتهاء واستميت الكمبليت، وهو تقدير التكلفة حتى الانتهاء واستميت at completion، وهو تقدير التكلفة العام عند الانتهاء. تمام؟ طيب انا طبعا قاعد متخيل دلوقتي ممكن يكون في ناس، طبعا انا عارف ان في ناس اصلا يعني مش اول مرة تاخد ال PMP او ال project management، او اصلا ناس شغالة عملي وقريدي بعض الحاجات دي ان لم يكن كلها خدوها، بس معنا ناس جديدة اول مرة تبقى exposed للحاجات زي كده. الناس الجديدة اللي اول مرة تكون exposed للحاجة زي كده، ما تقلقش، مش مطلوب منك currently تحفظ حاجة، خليك ماشي معايا في السيكونس بتاع الشرح، وانت على اخر اخر السيشن النهاردة هتلاقي نفسك مستوعب الامور كلها. طيب يعني عشان بس يعني ايه، ده ربما تبقى الناس مش سامعة ولا حاجة، في ناس بعت مسج. طيب معلش يا جماعة، معلش ما نبعتش رسائل دلوقتي الا اذا كان في حاجة بس ايه ارجنت وانت عايز تخليني انتبه ليها، غير كده بلاش انك تعمل لي انتربشن باي مسج او اي حاجة. طول ما احنا انت سامعني ومفيش مشاكل، ارجوك ما تبعتش المسجز، وخلي فقرة الاسئلة يعني خلي اي حاجة عايز تقولها فقرة الاسئلة. طيب نكمل. تعالوا نبص للجراف اللي قدامنا ده ونركز مع بعض شوية، وانا اعتبروني بحكي لكم ستوري وخليكم معايا ونشوف الستوري دي مع بعض. انا عندي مشروع عايز انفذه، فقعدت عملت استيميشن للكوستس بتاعتي وانا هصرف كام على مدار الوقت، فلقيت ان انا اللي انا هصرفه بيتبع هذا الكيرف، بيتبع هذا المنحنى. شايفين المنحنى اللي انا ماشي عليه ده؟ اهو هذا المنحنى. تمام؟ إذن المنحنى ده هو المخطط، انا مخطط اني هصرف المصاريف دي عشان اوصل للريزلت اللي انا عايزها. جميل. طيب لما جينا نشتغل فعليا، لما جينا نشتغل فعليا بقى في مصاريف فعليه قد تختلف عن المصاريف المخططه، فلقيت ان انا فيما يخص المصاريف ما مشيتش على الكيرف ده، لا ده انا بقيت ماشي على الكيرف ده. فيما معناه ان حضرتك مثلا في الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث كنت مخطط تصرف بالترتيب كده مثلا 10,000 وبعدين 15,000 وبعدين 18,000، بس الواقع اللي حصل انك صرفت 12,000 17,000 20,000، فبدل ما كان عندك الكيرف بالشكل ده بقى عندك الكيرف بالشكل ده فيما يخص التكلفة الفعلية او actual cost. طيب المفروض ان حضرتك تصرف شغل، وكان مخطط برضو زي ما ان الفلوس تصرف ان في شغل كمان يتنفذ، ان في شغل كمان يتنفذ، فبقى عندي شغل متنفذ. الشغل اللي اتنفذ فعليا مش ماشي مع التكلفة اللي انا كنت مخططها. طب انت عمال تقول لنا دلوقتي شغل متنفذ فعليا وتكلفة، في فرق ما بين الشغل والتكلفة صح ولا اه؟ صح ولا لا؟ اه في فرق ما بين الشغل والتكلفة، بس انا عشان اعرف احكم على الشغل بحوله لفلوس، بحوله لفلوس، وبالتالي باجي اقول ببساطة كأني بقول كده انا عملت شغل، الشغل دوت يسوى كام؟ الشغل ده يسوى كام؟ يسوى كام حسب المخطط مش يسوى كام بالفعل، يسوى كام حسب المخطط مش يسوى كام بالفعل. وبالتالي بقيت لما جيت شفت الشغل اللي اتعمل ما طلعش هنا، لا ده الشغل اللي اتعمل طلع هنا، الشغل اللي اتعمل لما جيت اشوفه يساوي كام طلع يساوي النقطة دي. اذن انا عندي حاجة هنا انا كنت مخطط لها اسمها ايه؟ بلاند فاليو. بلاند فاليو، تمام؟ لكن لما جيت صرفت لقيت ان اللي صرفته غير البلاند فاليو، بقى عندي حاجة اسمها ايه؟ actual cost. actual cost. طيب ولما جيت اشوف الشغل اللي اتعمل فعليا على الارض، لقيت ان اصلا الشغل كمان حاجة تانية خالص غير اللي كانت مخططة، وبالتالي بقى عندي شغل هنا اقدر اطلق عليه EV اللي هي earned value، القيمة المكتسبة. بمعنى اصح انت عملت شغل يساوي كام؟ الشغل اللي عملته ده يساوي كام؟
لما انا دلوقتي اكون مكلفك بشغل او تكون حضرتك واخد مشروع وتكون مخطط انك عند الاسبوع الرابع تكون انتجت على سبيل المثال 100 قطعه، فاجي الاقيك وكنا مخططين ان القطعه الواحده هتتكلف 1 دولار، واجي الاقيك عملت 80 قطعه بس وصارف 120 دولار. اذا ال 100 دولار كانت بلاند فاليو، ولكن ال 80 قطعه اللي اتعملوا لما اجي احولهم لدولارز هيبقوا 80 دولار بقت ايه؟ ايرند فاليو. وبالنسبه لل 120 دولار اللي اتصرفت دي اللي ما كانتش هي دي المخططه بقت اكتوال كوست. تعالوا هنشوف برضو اكزامبل ونشوف الدنيا بتاعتنا. الاول دي بس كده ايه اندكس لكل الفورمولاز، مش الفورمولا دي للديفينيشن، انت تعرف الحاجه الاكرونيم والترم والاكسبلينيشن بتاعه، ده مجرد ريفرنس لحضرتك تقدر ترجع له وتشوف الدنيا. هنشوف الاكزامبل ده هيفهمنا كتير. عندنا مشروع ان احنا ننتج 20 ترابيزه في 20 يوم وتكلفه كل انا قلت ترابيزه، وطبعا اخواتنا في بعض الدول مش عارفين من ضدى تيبل، تمام؟ هننتج 20 تيبل في 20 يوم وكوست بتاع كل تيبل 20 دولار، تمام؟ موضوع كلير جدا. طيب انا دايما بيكون عندي نقطه قياس يا جماعه، دايما بيكون عندي نقطه قياس. نقطه القياس بتاعتي هنا اللي هي اليوم الرابع. Today is day 4. We already spent $90 and produced 3 tables. Calculate ايه بقى؟ عايز الـ EV والـ BV والـ AC والـ SV والـ CV والـ SPI والـ SVI. بالإضافة إلى الـ BAC. طبعًا أنا لو كتبت لك الحاجات دي هتقول لحضرتك يعني دي أدوية أروح أجيبها من الصيدلية. لأن الناس برضو اللي هي أول مرة تاخد الكلام ده هي شايفة قدامها مجموعة من الأكرونيمز أو الحروف، وهي طبعا بالنسبة لها التفريق بينها صعب. بس لما نيجي مع بعض دلوقتي ونشوف إحنا هنعمل إيه هتبتدي الحروف دي تثبت في ذهنك أكتر. أول حاجة عايزين نسأل نفسنا مبدئيا كده، إحنا في اليوم الرابع، المفروض في اليوم الرابع أكون عملت إيه؟ أنا كنت بقول 20 تيبل في 20 يوم، تمام؟ 20 تيبل في 20 يوم، يبقى المفروض في اليوم الرابع اكون عملت ايه؟ 4 تيبلز. طيب التيبل اصلا كان الكوست بتاعها كام؟ 20. اذا لما اجي اضرب الاربعه تيبلز في ال 20 يديني 80. اذا البلاند فاليو عندي كام؟ 80. البلاند فاليو 80، 20 في 4 يديني 80. طيب على الجانب الاخر انا برضو انتجت كام؟ 3 تيبلز. انا انتجت 3 تيبلز، التيبل المفروض تكلفتها كام؟ 20 دولار. اذا الايرند فاليو اللي هم 3 تيبلز انا ايرند ايه؟ انا اكتسبت او انا كسبت او انا ما تم انتاجه لحتى الان هم 3 تيبلز. طب ال 3 تيبلز اللي انا انتجتهم من يساوي كام؟ يساوي 3 في 20 ب 60. اهو ايرند فاليو 20 في 3 تيبلز يديني ايه؟ 60. اذا الايرند فاليو 60 والبلاند فاليو 80. طيب الاكتوال كوست اهي من غير اي معمل اي حاجه، يقول لك وي اوريدي سبنت 90 دولار. وي اوريدي سبنت 90 دولار بالشكل ده. انا دلوقتي جبت الثلاثه الاساسيين اللي انا بجيب منهم كل حاجه بعد كده، ادي ايرند فاليو، بلاند فاليو، اكتوال كوست. انا دلوقتي عايز اجيب سكادول فاريانس وكوست فاريانس وسكادول بيرفورمانس اندكس وسكادول كوست اندكس. هنا المفروض دي في يا جماعه، مش دي سي مش في، فكروني بس اعدلها في النسخه اللي هبعتها لكم تاني. دي اس سي اي اللي ابتدى سي بي اي مش اس في اي. اوكي طيب، وبادجت اد كومبليشن. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف هو السكادول فارينس عباره عن ايه. هو التباين في الجدول الزمني. طب ببساطه شديده جدا التباين في الجدول الزمني ممكن يبقى عباره عن ايه؟ ممكن يبقى عبارة عن أنا كنت مخطط أنتج إيه وأنا فعلا أنتجت إيه. ببساطة أنا كنت مخطط أنتج إيه وأنا فعلا أنتجت إيه. طيب يعني هنا في علاقة ما بين إيه؟ ما بين البلاند فاليو وإيه؟ والإيرنت فاليو. أهو سكادول فاريانس إيرنت فاليو ماينس بلاند فاليو، يبقى 60 اللي أنا اكتسبتها ماينس 80 اللي انا كنت مخطط ان انا اكتسبها
يديني ماينس 20. إذن في فرق، في فرق ما بين المخطط وما تمت إنتاجه فعلا يساوي 20. إذن أنا متأخر، أنا متأخر عن الجدول الزمني بمقدار 20 دولار، أو الكوست بتاع التأخيري 20 دولار. طيب على الجانب الآخر، على الجانب الآخر عايزين نجيب إيه؟ عايزين نجيب الكوست فارينس. الكوست فارينس بالمنطق كده هو التباين في التكاليف. هيبقى علاقة ما بين إيه وإيه؟ علاقة ما بين التكاليف اللي أنا أو الشغل اللي أنا أنتجته، الشغل اللي أنا أنتجته والفلوس اللي أنا صرفتها. المفروض لو أنا ماشي صح يطلعوا الاتنين زي بعض. أنا كنت المفروض أصرف 1000 دولار وياخد كذا قطعة. الاتنين لو واحد أو اللي أنا ماشي مظبوط حسب التكلفة، يبقى إيه اللي هيحصل؟ ببساطة هلاقي إن القيمة دي هي القيمة دي، ولكن لأن القيمة دي مش القيمة دي، لأن الإيرنت فاليو هنا غير الأكتوال كوست. الإيرنت فاليو أنا خدت 3 ترابيزات يساوي 60 دولار، لكن صرفت فعليا ما يوازي 90 دولار. إذن الكوست فارينس أو التباين في التكاليف هو ماينس 30. إذن أنا متخطي حاجز التكاليف بتاعي ب 30 دولار. تمام؟ طيب عندي كمان سكادول بيرفورمانس اندكس، هو مؤشر أداء الجدول الزمني. سكادول بيرفورمانس اندكس، سكادول بيرفورمانس اندكس أنا عايز أشوف أنا ماشي مع الجدول الزمني بنسبة قد إيه. أنا ماشي مع الجدول الزمني بنسبة قد إيه؟ لو أنا ماشي على الجدول الزمني بالظبط، يبقى إذن النسبة عندي هتطلع 1. لو أنا أقل من الجدول الزمني، يعني أنا متأخر عن الجدول الزمني، هيطلع أصغر من 1. لو أنا سابق الجدول الزمني هيطلع أكبر من 1. وبالتالي سكادول بيرفورمانس إندكس هو إيرنت فاليو على البلاند فاليو اللي هو بيساوي 60 أوفر 80، يديني إيه؟ 0.75. تمام؟ إذن ده معناه إيه؟ معناه إن أنا نسبة التزامي بالجدول الزمني 75%. يعني أنا في النهاية مش ماشي على الجدول الزمني بالظبط، لأ ده أنا ماشي عليه بنسبة 75%. طيب على الجانب الآخر الـ CPI اللي إحنا كتبنا هنا SVI مكتوبة خطأ، هنعدل يا جماعة الحتة دي. لو الناس دلوقتي عندها طبعا الماتيريال الـ SVI دي اسمها CPI مش SVI، ودي انا هعدلها. طيب السي بي اي ذا سيم، نفس الحكايه، ايرنت فاليو على الاكتوال كوست 60 على 90 اداني 0.66. وبالتالي انا اقدر اقول دلوقتي ان انا ملتزم بالبادجت اللي انا حاططها بنسبه 66%. نسبه الالتزام او نسبه ان انا ماشي على البادجت بنسبه 66%. طيب عايز هنا قبل ما ادخل على اخر ايتم اوضح لك حاجه تساعدك في انك تربط الدنيا ببعضها، وان حضرتك تبتدي تسيف الدنيا دي في دماغك بشكل لطيف. دايما هتلاقي العلاقه ما بين ايرنت فاليو وحاجه تانية. يعني بصيت كده هنا، شوف هنا دايما العلاقه بين ايرنت فاليو وحاجه تانية. لما نكون بنتكلم عن فاريانس يبقى في طرح، لما نكون بنتكلم عن اندكس يبقى في اسم، لما نكون بنتكلم عن فارينس يبقى فيه طرح، لما نكون بنتكلم عن اندكس بيرفورمانس اندكس يبقى فيه اسم. طيب لما نكون بتكلم عن سكادول دايما هلاقي بلاند فاليو، لما نكون بتكلم عن كوست دايما هلاقي اكتوال كوست. لو لاحظتوا ان احنا عندي كذا حاجه، عندي ايرنت فاليو وبلاند فاليو واكتوال كوست، وكلهم بيتحولوا لاموال، لفلوس، لماني، عشان اعرف اعمل نوع من انواع الاسسمنت للبرفورمانس. فانا عندي هنا ايه ببساطه شديده جدا، عندي سكادول فارينس وكوست فارينس، وعندي سكادول بيرفورمانس اندكس وكوست بيرفورمانس اندكس. الفارينس دايما حاجه ناقص حاجه، واللي في الاول دايما ايرنت فاليو. طب البيرفورمانس اندكس حاجه على حاجه، واللي في الاول دايما ايرنت فاليو برضو. اذا انا باجي مع السكادول بحط هنا بلاند فاليو، وباجي مع الكوست وبحط هنا ايه اكتوال كوست. يا رب يكون الموضوع دلوقتي بدا يبقى ايه كلير بالنسبه لك. بادجت ات كومبليشن، نفهم بقى معنى بادجت ات كومبليشن. يعني خلي بالكم يا جماعه، انا مش بحفظكم معادلات قد ما انا عايزكم تفهموا المينينج. المينينج
وان الموضوع يبقى لوجيك في دماغك هو ده اللي هيساعدك انك تفكر وتحل اسئله وتعرف تروح وتيجي مع اللي بيسالك وتعرف تجيب الاجابه عن طريق التفكير مش عن طريق الحفظ. تمام؟ فدايما حاول انا الحته اللي انا قلتها في الاخر دي مجرد شيء للتسهيل عشان تبقى ربطت حاجه بحاجه فدايما تعمل لها ريكول. طيب budget at completion انا هنا بشوف المشروع دوت لما هيخلص هيتكلف كام. يعني انا هنا بتكلم على حاجه مخططه مش بتكلم على حاجه فعليه. budget at completion احنا هنا بنتكلم على الحاجه المخططه مش الحاجه الفعليه. وبالتالي انا لما اجي ابص هنا الاقي ان انا عندي 20 تيبل والكوست بتاع كل تيبل 20. فسيمبلي كده budget at completion هتبقى ايه؟ 20 في 20 ب 400 اهو. budget at completion اللي هو 20 في 20 ب 400. كده اتمنى ان الاكزامبل ده يكون وضح لكم الدنيا شويه. لسه هنكمل وندخل على حاجات ثانيه عشان نبقى فهمنا الامور. انا عندي بقى شويه حاجات بتتداخل مع فكره budget at completion و to completion وحاجات كتيره كده انت سمعتها لنا في الاول ولسه هتقولها لنا دلوقتي. من فضلك اعمل لنا ريزولوشن كده واعمل لنا ديفرنشيشن وبين حاجات عشان نعرف نفهم. طيب انا بقول لك ان budget at completion what بتجاوب السؤال بتاع what the total job is supposed to cost. يعني supposed مفترض. يعني ايه مفترض؟ يعني مخطط. يعني ايه انا بقوله supposed يعني مفترض، مفترض يعني مخطط. إذن budget at completion هي التكلفة بتاعت البروجكت، التكلفة بتاعت البروجكت على بعضه. طيب estimate at completion. تمام؟ estimate at completion هنا انا ايه اللي حصل؟ انا المشروع اتحرك شوية، مش لسه انا واقف في اول المشروع قبل ما يبتدي، لا المشروع اتحرك شوية وجيت عند نقطة ما وبدأت أقيس زي ما أنا عملت في اليوم الرابع في الإكزامبل اللي فات. لقيت إن في ديفييشن حصل، لقيت إن أنا مش ماشي زي ما هو مخطط. فعند النقطة دي ببتدي أتوقع إيه اللي جاي وأضيفه على اللي فات عشان يعمل لي استيميت أت كومبليشن. تاني عند النقطة دي أنا بتكلم بادجت أت كومبليشن، أنا هنا لسه واقف في الأول، في الأول خالص ومفيش ولا يوم عدى وانا بشوف انا مخطط ان المشروع يخلص بكام. تمام؟ طيب في estimate at completion انا كنت بدات بالفعل ووصلت اليوم ما مثلا اليوم الرابع زي الاكزامبل اللي فات، ولما وصلت اليوم الرابع لقيت ان في deviation او مفيش deviation او ايا كان، يعني ماشي على المخطط او مش ماشي على المخطط. بس انا بقف عند النقطه دي واقيس واشوف انا فين، وبناء على النقطه اللي انا واقف فيها ببتدي اتوقع اللي جاي، اتوقع اللي جاي واقول اللي جاي هيبقى كذا بالإضافة للي فات يبقى estimate at completion كذا. تمام؟ طيب الفرق ما بين الاتنين يديني حاجة اسمها variance at completion. variance at completion يعني الفرق أو التباين عند انتهاء المشروع. ده بيجي نتيجة ايه؟ بيجي من طرح budget at completion ناقص estimate at completion ناقص estimate at completion. طيب انا في الكيس بتاعتي دي انا كنت مخطط ان المشروع كله يتكلف 400. لما وصلت عند اليوم الرابع لقيت ان انا كنت شغال او انا صرفت فعليا 90 واخدت الشغل ب 60 اصبح في فرق 30. اذا لما انا اتوقع ان المشروع يكمل بقى بشكل كويس وان الاخطاء اكون عالجتها فهو هيكمل حسب المتخطط، بس في 30 خلاص طارت مني، في 30 طارت مني، فاصبح ان الاستيميت ات كومبليشن لو انا هكملت على الوضع اللي انا فيه ده صلحت اخطائي وكملت يبقى هتكلف كام؟ 430 اللي هي استيميت ات كومبليشن. طيب الديفرنس ما بينهم هيبقى 400 ماينس 430 يديني ايه؟ ماينس 30. اذا انا عندي اوفر ران، عندي اوفر ران كوست اوفر ران بمقدار 30 دولار. تمام؟ يا ريت يكون الموضوع كبير بالنسبه لكم. طيب ندخل على نقطه ثانيه مهمه. انا بقى لما في السلايد اللي فات دي قلت لك ان انا جيت عند اليوم الرابع وقست ولقيت ان في ديفيشن حصل، لقيت ان في ديفيشن حصل، فانا هنا واقف عند النقطه دي محتار يا ترى انا هعرف اكمل بالبلاند ريت ولا هكمل بالاكتوال ريت اللي انا بقيت واصل له دلوقتي ولا انا هكمل ازاي. تمام؟ وهنا يجي الاكسبريشن بتاع استيميت تو كومبليت. استيميت تو كومبليت لو بنرجع كده معلش مع بعض يا جماعه للكيرف اللي كان عندنا هنا، هنا
انا بكلمك على ادي بادجت ات كومبليشن اللي هو هنا، وادي استيميت ات كومبليشن اللي انا قلت لك عليه اللي هو يا جماعه ايه، انا جيت عند النقطه دي وشفت ان في انحراف فبدات اكمل على الوضع الجديد. الوضع الجديد ده بالمناسبه هو تقريبا زي اللي ده زي ده، بس حط في الاعتبار الجزء ده معاه، فبقى عندي استيميت ات كومبليشن. طيب الحته دي بقى استيميت ات كومبليشن بالمناسبه هو كل الكيرف، بمعنى صح التوقع بعد النقطه اللي انا فيها دي اللي هو ده بلس الجزء اللي قبل الايه نقطه القياس. لكن استيميت تو كومبليت هي الحته دي بس من هنا للاخر، من هنا للاخر دي كده اسمها استيميت تو كومبليت، من عند نقطه القياس للاخر استيميت تو كومبليت. طب من عند نقطه القياس للاخر بلس الجزء اللي قبل نقطه القياس اسمه استيميت ات كومبليشن، تمام. طيب الموضوع ده كله قبل بقى ما نشتغل فعليا اسمه بادجت ات كومبليشن. معلش استحملوني انا عمال اقول لكم حاجات كلها شبه بعضها، بس حضراتكم ان شاء الله بعد المحاضره لما تترفع لكم على اليوتيوب وتسمعوها اكتر من مره هتلاقوا ان الكلام لوجيك وان انا بقول حاجات كونسيستنت مع بعضها. الازمه بس كلها انكم بتسمعوا تعبيرات والفاظ ورموز كلها جديده في وقت قليل، فهي دي الازمه، لكن هتلاقوا ان الدنيا بالنسبه لكم مستقره جدا ومفهومه جدا. طيب فاحنا عندنا هنا بقى ايه سؤال بنساله نفسنا، احنا هنكمل ازاي؟ فقال لك a forecast for the estimate at completion may differ from the budget at completion based on the project performance. يعني ال AAC هتختلف عن ال BAC حسب ال project performance. If it becomes obvious that the BAC is no longer viable, يعني أنا ما هعرفش أكمل حسب الـ BAC, then we have an AAC اللي هو Estimate at Completion. وعشان نكالكوليت الـ Estimate at Completion بنحتاج نمشي مع بعض الفرضيات، تمام؟ EAC forecast for ETC work performed at the budgeted rate. أول احتمال بقول والله إيه؟ انا حصل عندي انحراف، وبعدين انا لما جيت است عند اليوم الرابع واكتشفت الانحراف ده عرفت سببه وعالجته وهقدر اكمل بعد كده بنفس الريت المخطط الا وهو، يعني انا مثلا انا كنت انتجت في اليوم الرابع 3 ترابيزات بتكلفه 90 انتجت في اليوم الرابع 3 تيبلز بتكلفه 90، اذا التيبل كده الكوست بتاعه كام عليا؟ 30. طيب ولكن المخطط انها هتبقى كام؟ 20. طب يا ترى انا هكمل بالكوست بتاع ال 30 لكل تيبل ولا بال 20 لكل تيبل؟ لو انا ماشي او انا قدرت اسيطر على المشكله اللي سببت لي الديفيشن وهقدر اكمل بالكوست بتاع البادجت ات كومبليشن. طيب انتوا سامعيني يا جماعه؟ المهندس حازم بيقول في مشكله في الصوت، لو سامعيني اكتبوا رقم 1. طيب مهندس مهندس حازم ممكن تكون المشكلة عند حضرتك في الانترنت كونكشن او في السبيكر، فياريت ترجح الناس سمعني الصوت بيقطع. طيب زي الفل، يعني ممكن الناس اللي حسب الصوت بيقطع عندهم وانتكت ما يوازي 60 واحنا في اليوم الرابع. قال لي بص يا زول انا ما عنديش تفاهم، انت هتخلص حسب البادجت اللي احنا مكملينها اللي احنا حطينا هتخلص حسب البادجت اللي احنا حطينا فاتصرف. فانت بقيت دلوقتي في موقف بتسال نفسك انا عشان اخلص حسب البادجت المخططه اعمل ايه؟ فرحت واخد الشغل اللي متبقي قسمته على الفلوس اللي متبقيه عشان تطلع حاجه اسمها to complete performance index عشان اوصل للمعدل اللي انا المفروض امشي عليه عشان اخلص حسب الرقم اللي هم قالوا لي عليه. يعني هنا انت مش عندك سي بي اي بتبتدي تشتغل عليه، انت بتكريت السي بي اي اللي المفروض تشتغل عليه عشان تحقق تارجت معين في الكوست، عشان تحقق تارجت معين فين؟ في الكوست. طيب يبقى تي سي بي اي از ا سي بي اي عادي بس that must be achieved in order to meet a certain management goal for the project such as budget at completion or estimate at completion.
فحضرتك النهارده لما وصلت الاستيميت ات كومبليشن اللي انت جبتها من المعادله اللي فاتت دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي دي، تمام؟ استيميت ات كومبليشن بقى انا وصلت الرقم، بقيت عايز تعرف ايه هي الكوست بيرفورمانس اندكس اللي انت المفروض تمشي عليها عشان تقدر تحقق. عشان نفهم برضو يعني ايه كوست بيرفورمانس اندكس وكومبليت بيرفورمانس اندكس، انا هنا بعمل ايه او انا هنا بدور على ايه؟ تعالوا ناخدها كده بالكلام وبالدنيا اللطيفه. انا كنت مخطط ان البروجكت اللي فات دوت يكلفني $400، وانا جيت عند اليوم الرابع لقيت ان انا صرفت $90 وانتجت كام؟ انتجت 60، انتجت ثلاثه تيبلز ب $60. طب انا كده متبقي في ايدي كام؟ انا متبقي في ايدي 310، بس انا متبقي لي شغل يوازي كام؟ انا متبقي لي شغل يوازي 340. يبقى ال 340 دول هم الريميننج، الورك ريميننج. 340 دول هم ايه يا جماعه؟ الورك ريميننج. طيب والفلوس اللي متبقيه معايا هي عباره عن 400 ناقص 90 يبقى 310. يبقى اذا 340 على 310 هيطلع لي رقم اكبر من الواحد الصحيح. رقم اكبر من الواحد الصحيح فور اكزامبل قول ان هو هيبقى 1.1. طب ده معناه ايه؟ معناه ايه ان يبقى عندي كوست بيرفورمانس اندكس اكبر من الواحد الصحيح اللي هو 1.1؟ معناه ان الحاجه اللي كانت بتكلفني جنيه انا عايزها تكلفني 90، الحاجه اللي كانت بتكلفني جنيه او دولار انا عايزها تكلفني 90 سنت، وبالتالي انا ساعتها اقدر اوصل لنفس البادجت ات كومبليشن اللي انا كنت عايز اوصل له في النهايه. يعني انا التيبل بتاعتي اوصل لمعدل بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الورك ريميننج اللي هو 340 ده على الفانس ريميننج 310 طلعت 1.1. لما يبقى عندي كوست بيرفورمانس اندكس 1.1 يبقى اذا انا المفروض ابرودوس كل تيبل مش ب $20، لا ده كمان ب $18 عشان اقدر في النهايه اوصل للبادجت ات كومبليشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه، تمام؟ يا ريت الجزء ده يبقى واضح. انا اتكلمت هنا في اكتر من نقطه، تو كومبليت بيرفورمانس اندكس، ايه هو البيرفورمانس اندكس اللي المفروض امشي عليه عشان اوصل للمانجمنت جول اللي انا عايزه. طبعا انا عندي هنا تو اوبشنز، اوبشن بتاع البادجت ات كومبليشن، وهتلاقوا هنا في شكل كده شبه الشكل اللي انا رسمته لكم هناك، شايفين؟ خليكم معايا كده في الليزر بين وانا بحركه، شايفين كده احنا ماشيين ازاي؟ اهو اهو. طب تعالوا افكركم كده بالشكل اللي انا رسمته هنا. لما قلت لكم هكمل حسب البادجت ات كومبليشن، انا جيت مشيت كده 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 اهو، ورحت نازل كده ورحت عامل كده. ده نفس اللي حصل هنا دلوقتي كده اهو. انا جيت ماشي كده ماشي كده اهو، ورحت عامل شارب عشان اكمل حسب الايه؟ بادجت ات كومبليشن. طب لو انا هكمل حسب الاي اي سي اللي هي مش المخططه، اللي هي ميكس ما بين المخطط وما بين الاكتوال، فاصبح عندي مانجمنت جول جديد. المانجمنت جول الجديد مكانه هنا مش هنا، فبقيت عايز امشي ازاي؟ بقيت عايز امشي كده، تمام؟ ده اللي هو التي سي بي. طيب الايكويشن او الفورمولا هنا عندي عباره عن ايه؟ زي ما قلت لك، الورك ريميننج اوفر فانس ريميننج، ورك ريميننج اوفر فانس ريميننج، اللي هي عباره عن ايه ورك ريميننج؟ قال لك اللي هو بادجت ات كومبليشن ناقص كابنت فاليو، اللي احنا لما طبقناها من شويه قلنا 400 ناقص بتاع دوت 400 ناقص 60 طلعت 340. طيب فانس ريميننج، فبيقول لك هنا ان انت عندك تو كيويشنز، انت هتشتغل بانهي واحده فيهم؟ بادجت ات كومبليشن ناقص اكشوال كوست، ولا استيميت ات كومبليشن ناقص اكشوال كوست؟ شوف انت عايز تشتغل بانهي واحده فيهم، تمام؟ فبناء على اللي هيطلع لك هنا اللي هي المفروض بادجت ات كومبليشن ناقص اكتوال كوست اللي هي 400 ناقص 300 ناقص 60 310 هيبقى 340 اوفر ال 310، تمام؟ يا ريت يبقى الموضوع واضح. تعالوا ناخد الاكزامبل اللي قدامنا ده. انا عندي مشروع ان انا محتاج ابني اربع جدران، محتاج ابني اربع جدران، تمام؟ طيب مهندس ربيع معلش هتنتظر بس، يعني احنا فاضل لنا ناخد الاكزامبل ده بعدين ناخد بريك ونرجع تاني نكمل وفي الاخر خالص هنتناقش. احنا عندنا مشروع نبني اربع جدران، كل جدار هنبنيه في اسبوع، وكل جدار هيتكلف معايا $1000، وبالتالي المشروع كله هيكلفني 4000 والمشروع كله هياخد اربع اسابيع. سمبل الوركينج دايز، انا ما بشتغلش كل الايام، انا بشتغل 5 دايز بير ويك ستارتنج اون ساتردي
and finish on Thursday by 5 p.m. خلاص انا بشتغل خمس ايام من Sunday to Thursday من 9 ل 5. واسيوم is linear يعني احنا ماشيين بمعدلات linear والناس المهندسين فاهمين يعني ايه linear. تمام؟ والناس اللي مش مهندسين linear يا جماعة يعني معدل التقدم هو معدل ثابت. انا كل يوم بعمل شغل زي اليوم اللي قبله. ما بجيش في يوم اعمل شغل قليل قوي وبعدين اعمل في شغل تاني اللي هو الشغل بقى الايه؟ اللوغاريتميك والدنيا دي. احنا بنسأل نفسنا سؤال. تمام؟ او مش بنسأل نفسنا سؤال. هو في سؤال في الاول بيقول لك احنا جايين نقيس عند الاسبوع الثاني يوم الاربع الساعة 5 بقى. يعني هيكون عدى عندنا كم يوم؟ الاسبوع الاول كله 5 ايام والاسبوع الثاني عدى منه 4 ايام. واحنا عند 5 بقى يعني عند نهاية اليوم يعني بالفعل قفلنا 9 ايام. طيب لما احنا نكون قفلنا 9 ايام حسب اللي انا قلته لكم من شويه هنا يا ترى البلاند فاليو ايه؟ يعني انا عند النقطه دي المفروض اكون خلصت ايه؟ والله انا متفق من الاول او احنا متفقين ان بنخلص جدار كل اسبوع. اذا الاسبوع الاول انا خلصت جدار وفي الاسبوع الثاني انا اكون خلصت ما يوازي 4 على 5 من جدار. مش انا في الخمس ايام بخلص جدار وانا في اخر اليوم الرابع والدنيا لينير، يبقى انا هكون خلصت ما يوازي 4 على 5 من جدار. اذا انا في الاسبوع الاول خلصت كل الجدار ده، ففي الاسبوع الثاني اكون خلصت 80% من الجدار الثاني، خلصت 80% من الجدار الثاني. طيب لما اجي اشوف الكلام ده كله، الكلام ده يمثل بالنسبه لي انا قلت الجدار بكام؟ الجدار ب 1000 و80% من ال 1000 800. يبقى ببساطه البلاند فاليو هي عباره عن الجدار زائد ده. طيب هنا ده ب 1000 وده ب 800 يبقى كله كام؟ 1800. اهو وول 1 100% يساوي $1,000 وول 2 يساوي 80% equals $800. اوكي okay. يبقى كله $1,800 دي البلاند فاليو. لكن اللي حصل بقى، لكن اللي حصل ان احنا عند الاسبوع الثاني يوم الاربعاء الساعه 5 كان الشغل اللي اتنفذ كالاتي: جدار كامل تم الانتهاء منه، وتم الانتهاء من 50% من احد الجدران و10% من احد الجدران. ده اللي حصل فعليا. ده اللي حصل ايه فعليا؟ انا دلوقتي عايز اطلع من اللي انا شايفه قدامي ده الايرنت فاليو. طيب انا طلعت من هنا بايه؟ بجدار و10% من جدار، 50% من جدار، نحط ال 10% 50% يبقى 60%. طيب وادي جدار يبقى ايه؟ 100% و60%. نضرب بقى الكلام ده في 1000 اهو، 100% في 1000 و50% في 1000 و10% في 1000، كله طلع كله 1600. اذا الايرنت فاليو هي القيمه المكتسبه، انا عملت شغل يساوي كام؟ يساوي $1,600. تعالوا بقى نروح نشوف ايه هي ايه البارامتر اللي ناقص دلوقتي. انا جبت البلاند فاليو، جبت الايرنت فاليو، ايه البارامتر اللي ناقص؟ مظبوط، اكتوال كوست. طيب الاكتوال كوست ده لازم يبقى جيفن، يعني انا مش هخترعه، لازم هو يقول لي انا صرفت كام. فطلع اللي اتصرف $2,250. اذا انا المفروض كنت اعمل في اليوم في الوقت ده شغل ب 1800، انا عملت شغل ب 1600 ولكن فعليا صرفت 2250. لكن فعليا صرفت كام؟ 2250. طيب وبالتالي ادي الايرنت فاليو، ادي سوري البلاند فاليو، ايرنت فاليو اكشوال كوست. طب لما اجي اشوف السكادول فاريانس اقول ايه؟ ايرنت فاليو ناقص بلاند فاليو، 1600 ناقص 1800 يديني ماينس 200. لما بحط الحاجه بين قوسين يا جماعه معناها ماينس. طيب كوست فاريانس از ذا سيم، ايرنت فاليو ماينس اكشوال كوست. يبقى انا عندي هنا ايه؟ 1600 ماينس 2250 يبقى 650 برضو بالماينس. تمام؟ طيب لما نيجي نطلع برضو السكادول بيرفورمانس اندكس هنقول ايرنت فاليو اوفر بلاند فاليو ب 1600 اوفر 1800 يديني 9/10 او 90%. وهنا ايرنت فاليو اوفر اكشوال كوست اللي هو 1600 اوفر 2250 يساوي 7/10. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي معنى 9/10 و7/10 معناها ايه؟ معناها ان حضرتك ملتزم بالجدول الزمني بنسبه 90% وملتزم بالبادجت بتاعتك بنسبه 70%. تمام؟ معنى كده انك مش ملتزم 100%. تمام؟
احنا كده خلصنا وهناخد الجزء دوت بعد البريك ان شاء الله. ولو المهندس احمد معانا، المهندس احمد معانا معاك. مفاهيم مهمه. اول مفهوم عندنا هو البريزنت فاليو. قبل ما اشرح لك يعني ايه بريزنت فاليو وفيوتشر فاليو، عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك هل ال 5000 جنيه النهارده تساوي او تقدر تشتري اللي كانت بتشتريه ال 5000 جنيه من 5 سنين؟ طبعا لا. تمام. هل قيمه الدولار في مصر، تحديدا في مصر، لانه في مصر حصل تغيير في قيمه الدولار او قيمه الجنيه مقابل الدولار على مدار السنين اللي فاتت؟ طبعا لا. طيب، اصلا بعيد بقى عن اختلاف قيمه الجنيه مقابل الدولار والكلام ده كله، في حاجه اسمها تضخم. التضخم دوت هو ان الفلوس اللي في ايد حضرتك كل سنه بتشتري حاجات اقل من اللي كانت بتشتريها السنه اللي قبلها. والتضخم ده بيبقى عباره عن ان الانتاج او السلع اللي موجوده على نطاق بلد معينه هي او بتزيد بمعدل قليل مقابل في فلوس اكتر في ايد الناس. فالناس دي كلها بتتصارع او تتنافس على السلعة دي، وبالتالي بعد كانت الحاجة دي بتسوى 5، بما ان في ناس معاها فلوس اكتر، فالناس الحاجات دي مش هتكفي كل الناس، فبيبتدي الناس دول يتنافسوا عليها، وفي اللي يعرض ان ياخدها ب6، وبالتالي الحاجة اللي كنا بنجيبها ب5 بقينا بنجيبها ب6. طبعا احنا مش هندخل في حتة ايكونومكس ونقعد نشرح اسس وحاجات اساسيات في الاقتصاد، ولكن احنا عارفين ان في تضخم. ايه اللي بيعادل التضخم دايما؟ هي نسبة الفايدة المعلنة من البنك المركزي، وبالتالي باقي البنوك كلها بتحط المارجن بتاعها او بتحط الهامش بتاع الربح بتاعها فوق النسبة المعلنة من البنك المركزي. طبعا البنك المركزي عندنا في مصر بيقابله مؤسسة مشابهة المفروض في دول اخرى بيبقى اسمها البنك المركزي او مؤسسة النقد، او مثلا في امريكا اللي هو المؤسسه الفيدراليه للنقد او حاجه زي كده. طبعا في كل بلد بتبقى فيه مؤسسه بتدير السياسه النقديه ودراسه السياسه الماليه. في فرق بين السياسه النقديه والسياسه الماليه، وانا مش عايز اتفرع معاكم اكتر من كده، ولكن احنا بنتكلم عن السياسه النقديه. والبنك المركزي بيكون مسؤول عن تحديد سعر الفايده. تحديد سعر الفايده لما يقول لك دايما سعر الفايده كذا، فده بيبقى مؤشر لحاجات كتيره جدا في البلد دي، مؤشر اقتصادي ومؤشر له علاقه بالنمو ومؤشر علاقه بالسيوله ومؤشر علاقه بالتضخم وهكذا. المهم التضخم ده بيتعادل بحاجه اسمها الانترست ريت او الفايده البنكيه. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بستخدم الانترست ريت ده عشان اقدر احسب قيمه الفلوس بعد وقت معين. انا النهارده لما اجي اوعدك ان انا هديك 2 مليون جنيه بعد 5 سنين، ما ينفعش ان انت عقلك يفهم ان هم 2 مليون جنيه. ليه؟ لانهم بعد 5 سنين. وال 2 مليون لما هتديهم لي النهارده مش زي ما هتديهم لي بعد 5 سنين. وبالتالي انا لما اجي النهارده اتكلم معاك واقول لك هديك 2 مليون بعد 5 سنين، انت المفروض تقعد تحسب حساباتك وتقوم تتوقع المبلغ ده كام النهارده. خليه طلع 1.3 مليون، فانت بتبتدي تاخد قراراتك بناء على ان المبلغ اللي انت هتديهوني بعد 5 سنين بسعر النهارده يساوي 1.3. طيب يساوي 1.3. وبالتالي انت دايما عندك قدرة على انك تعرف الفلوس اللي هتجيلك في المستقبل تساوي كام بسعر النهاردة، او الفلوس اللي معاك النهاردة لو حبيت ترحلها للمستقبل هتساوي كام. وبالتالي اصبح عندي حاجة اسمها present value اللي هو سعر النهاردة او قيمة الحاجة النهاردة، ودي future value اللي هي القيمة المستقبلية للفلوس. طيب بس ببساطة شديدة جدا، لو انا جيت قلت لك ان انا النهاردة عندي 50,000، انا معايا 50,000، انا هديك 50,000 مبالغ كالآتي: 50,000 النهاردة و 35,000 بعد سنة و 15,000 بعد سنتين. اذا المجموع الكلي 100,000 جنيه. انت كده هتقول لي يبقى انا هاخد منك 100,000 جنيه. هقول لك لا، غلط. انت هتاخد 50,000 النهاردة، اذا هي 50,000. تمام؟ انت هتاخد 50,000 النهاردة، اذا هي 50,000. ولكن هتاخد 35,000 بعد سنة، اذا هي مش 35,000، هي تساوي بسعر النهاردة 31,000.
وهتاخد 15,000 بعد سنتين، ولكن هي مش 15,000، هي تساوي 12,000. جبنا بقى الارقام دي منين؟ جبناها عن طريق المعادله دي اللي بتقول لك ان البريزنت فاليو تساوي الفيوتشر فاليو على 1 بلس ار اس تي تو ذا باور اوف تي 1 بلس ار تو ذا باور اوف تي. تمام، يبقى فيوتشر فاليو اوفر 1 بلس ار اوفر ذا باور اوف تي. احنا عندنا هنطبق المعادلة، عندنا هنجيب future value اللي هي مثلا 35 نحطها هنا 1 plus r r اللي هو بيقول لك ان interest rate، قال لك assume a 10% interest rate a discount rate، بنسميه احيانا برضو discount rate، يبقى 1 plus 1 من 10 to the power of t، t اللي هي عدد السنين او عدد الوحدات الزمنية اللي انت هتعد بيها. في الحالة الاولانية t عندنا تساوي 1، في الحالة التانية t عندنا تساوي 2. هو هنا لما جه طبق الكلام دوت على طبق المعادلة دي على الكلام ده طلعت له الفاليوز دي. إذا لما تيجي تجمع الفاليوز دي مش هتلاقي إن الكلام المجموع 100,000. إذا اللي أنت هتاخده مني مش 100,000، اللي أنت هتاخده مني أقل من 100,000. فدي فكرة البريزنت فاليو. وبالتالي أصبح عندي حاجة اسمها نت بريزنت فاليو. نت بريزنت فاليو هو إيه؟ هو الفرق ما بين الإنكم والإنكم والكوست. أنا بصرف فلوس وبتجيلي فلوس، انا بصرف فلوس وبيجيلي فلوس. افترض ان انا بصرف فلوس على مشروع والمشروع ده بيجيب فلوس اثناء الصرف او يقعد سنتين وبعدين يجيب فلوس. تعالوا نشوف اكزام في مشروع هيبقى على مدار 3 سنين او 3 شهور او ايا كان، وفي ليه ريفينو وفي ليه كوست، في ليه ريفينو في ليه ايه كوست. طيب المشروع في اللحظه الاولى هيصرف 200، هيصرف 200 وما لوش اي ريفينو، وبالتالي نت بريزنت فاليو بتاعه ال 200 هي كام؟ 200، لان هي مصروفه في اللحظه الاولى. بعد مرور سنه انا هصرف 200 وهيكون دخل لي 50، بس هصرف 100 وهيكون دخل لي 50. ال 100 دي هتتصرف بعد سنه، يبقى هي بسعر النهارده كام؟ 91 حسب الانترست ريت 10%. طيب وعندي هنا هيدخل لي 50 بعد سنه، ولكن هي بسعر النهارده كام؟ برضو بال 10% 45. طيب بعد سنتين انا مش هصرف اي حاجه وهيدخل لي 100، ال 100 دي بسعر النهارده 83. طيب انا بعد 3 سنين مش هصرف برضو اي حاجه وهيدخل لي كام؟ وهيدخل لي 300. تمام؟ طيب ال 300 دي بسعر النهارده تساوي كام؟ تساوي 255. لما نيجي نجمع الرقمين اللي هنا اصلا، لو جينا جمعنا الرقمين اللي هنا هنيجي نلاقي دول كام؟ دول 450 ودول 300. ممكن حد يقول لك يبقى ان انت النت بريزنت فاليو بتاعتك عباره عن 450 ناقص 300 يبقى 150. لكن لما تيجي تحول كل الانكم لبريزنت فاليو وكل الكوست لبريزنت فاليو هتلاقي ان ال 450 دي الواقع بتاعها 353، وان ال 300 اللي عندك هنا الواقع بتاعها 291. اذا النت بريزنت فاليو هو طرح 353 ناقص 291 اللي هي ايه؟ اللي هي 62. يبقى النت بريزنت فاليو ما طلعتش 150، لا طلعت 62. طبعا اللي انا قلته هنا المفروض ان هو برده ممكن يبقى الوهله الاولى بالنسبه لك لخبط، بس لما تقعد مع نفسك وتراجعه هتلاقي الموضوع سهل بالنسبه. احنا عندنا كمان البي باك بيريود. عندنا البي باك بيريود هي عباره عن الفتره الزمنيه اللي انت هتقدر ترجع فيها الفلوس اللي انت صرفتها، الفتره الزمنيه اللي انت هتقدر ترجع فيها الفلوس اللي انت صرفتها. فتعالوا ناخد اكزامبل مع بعض. ناخد هنا اكزامبل من منصس. انا عندي مشروع الكوست في الشهر الاول كان 5,000 ومفيش اي بنفيتس، مفيش اي عائدات، وبالتالي التوتال كوست، لان انا بجيب هنا التوتال كوست التراكميه 5,000 وبجيب هنا برضو التوتال بنفيتس التراكميه. طيب في الشهر الثاني صرفت 5,000 وما جاليش اي بنفيتس، فاصبح 5,000 بلس ال 5,000 الاولى بقت كام؟ 10,000. طيب وفي الشهر الثالث صرفت 8,000 بنفيت، فاصبح تبقى صرفت 8,000 زائد 10,000 يساوي 18,000. في الشهر الرابع صرفت 5,000 بلس ال 18 بقى 23، وبدا يجي لي بنفيتس اللي هي 5,000 دولار. اذا التوتال بنفيتس هي 5,000 دولار. طيب في الشهر الخامس صرفت 2,000 دولار، بقى المجموع 2000 زائد 23 عباره عن 25,000 دولار،
ودخل لي عائد 10,000 دولار بلس الخمسة بقى 15,000 دولار. في الشهر السادس ما صرفتش أي حاجة، وبالتالي التوتال كوست بتاعي as it is 25,000 دولار، ودخل لي 10,000 دولار بلس الخمستاشر بقى عندي 25,000 دولار. إذن أنا وصلت للحظة اللي تساوى فيها التوتال كوست مع التوتال بينيفيتس اللي هي 25 دولار، وبالتالي البي باك بيريود بتاعتي هنا في الحالة دي تبقى كام؟ 6 شهور. هو المدة اللي أنا قدرت بعدها أوصل عندها إن اللي اتصرف يكون قد اللي إيه اللي دخل. دي البي باك بيريود. تمام؟ عندي حاجه كمان اسمها بينيفيت كوست ريشيو. بينيفيت كوست ريشيو وهي العلاقه ما بين العائدات والمصروفات، من الاخر يعني علاقه ما بين التكاليف او العوائد والتكاليف، هي حاصل قسمه الاثنين على بعض، البينيفيتس اوفر الكوست، البينيفيتس اوفر الكوست. طيب لو انا عندي سي بي سي ار اللي هي البينيفيت كوست ريشيو اكبر من الواحد الصحيح، فده معناه ان احنا عندنا البينيفيتس اكبر من الكوستس. لو اصغر من الواحد الصحيح يبقى البينيفيتس اقل من الكوستس. لو البي سي ار بتساوي الواحد الصحيح يبقى البينيفيتس قد الايه؟ قد الكوست. طيب عندنا اكزامبل قال لك if the PCR of project is project A is 2.3 and PCR of project B is 1.7 which project would you select؟ طبعا هختار project A لان project A بيديني بي سي ار اعلى من اللي بيديهاني project B. تمام؟ ندخل على واحد من اصعب المفاهيم اللي موجوده عندنا وهو internal rate of return. internal rate of return مفهوم بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا عايزين نعرف معدل الفايده اللي البريزنت فاليو بتساوي البينيفيتس سوري البريزنت فاليو اوف ذا بينيفيتس بتساوي الكوستس بتاعتي. تمام؟ من الاخر النت بريزنت فاليو تساوي زيرو. عارفين المشروع اللي احنا كنا شغالين فيه من شويه ده؟ لا. تمام؟ احنا عايزين نعرف ايه هو معدل الفايده مش المده، ايه معدل الفايده على مده معينه اللي النت بريزنت فاليو دي تساوي زيرو. يعني الطرفين هنا يبقوا قد بعض. تمام؟ عند مده معينه بيقول لك اديني معدل الفايده، معدل الفايده ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اللي فوق ده، شايف ده؟ احنا هنا مثبتينه 10% وبنجيب ايه؟ وبنجيب النت بريزنت فاليو، لا احنا هنخلي ده زيرو ونحط مده معينه ونقول لك هات لي الريت اللي اتحط هنا اللي يخلي النت بريزنت فاليو زيرو بعد المده دي. المده دي ممكن تبقى سنتين، ثلاث سنين، اربع سنين، انا بحط لك مده وابتدي اقول لك شوف لي ايه هي الانترست ريت اللي تخلي النت بريزنت فاليو صفر بعد ثلاث سنين. تمام؟ نرجع تاني للسلايد بتاع الانترنال ريت اوف ريتيرن. قال لك the interest or discount rate where the present value of the benefits exactly equals the cost. The higher the rate, the better the project. كل ما كانت الـ IRR أعلى، كل ما كان الـ project ده أحسن. An IRR of 0.15 means that you expect the project to return an average of 15% on your investment, 15% on your investment over a given time period, usually a number of years. تمام؟ طبعًا بيقول لك إن الـ IRR ما بتجيش بسهولة كده. من الطرق الطريقة الوحيدة ان انت عشان توصل لها يدويا مش عن طريق equation او excel sheet او جداول موجودة هي التجربة والخطأ، انك تقعد تجرب كل مرة تحط تفترض IRR وتبتدي تشوف ايه الـ IRR اللي تخلي النت بريزنت فاليو زيرو عند عدد معين من السنين. طبعا دي الـ equation بتاعتها، واللي عايز يبحث اكتر في الموضوع او عايز examples عليها ممكن يدخل على الانترنت ويشوف الـ IRR والاكزامبلز بتاعتها اكتر. طيب عندنا هنا اكسرسايز النت بريزنت فاليو واي ار ار وباي باك بيريود وبنفيت كوست ريشيو. انا مديك فاليو للبروجكت اي والبروجكت بي لكل حاجه من الحاجات، وبسالك لو انت بتختار دلوقتي ما بين بروجكت اي وبروجكت بي اللي النت بريزنت فاليو بتاعته هنا 95 وهنا 75، تختار مين؟ تختار البروجكت النت بريزنت فاليو النت بريزنت فاليو ام بي في بتاعته 95 ولا 75؟ انا هختار اللي هي 95 لان ده افضل. طيب الاي ار ار اختار اللي هو البروجكت اللي الاي ار ار بتاعته 13% ولا 17%؟ انا هختار ال 17% اللي هو بي. لو عندك بروجكت اي وبروجكت بي والبي باك بيريود بتاع اي
21 شهر والبيباك بيريود بتاع بي 16 شهر، تختار انهي فيهم؟ انا هختار البيباك بيريود بتاعته اقل لان ده هيرجع لي فلوسي اسرع اللي هو بي. لو عندك مشروعين، مشروع البنفيت كوست ريشيو بتاعته 2.789 واحد تاني 0.1.3، هتختار مين؟ انا هختار ايه لان ده بيديني بنفيت اعلى. تمام، ياريت الموضوع يكون واضح، ولو مش واضح اكتب السؤال اللي عندك وان شاء الله في الفقرة بتاعت الاسئلة اجاوبك على السؤال بتاعك. دلوقتي هناخد حاجة اسمها cost classification. cost classification وهو تصنيف التكاليف. عندي direct versus indirect، تكاليف مباشرة versus تكاليف غير مباشرة، وعندي recurring versus non-recurring اللي هي متكررة او غير متكررة، وعندي fixed versus variable اللي هي تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. تمام، احنا هنا قلنا ايه؟ متكررة وغير متكررة عشان ما تلخبطش، وهنا ثابتة ومتغيرة. واخر حاجة خالص normal واكسبدايتد. اكسبدايتد النورمال اللي هي التكاليف العادية بتاعت الجدول الزمني العادي، اكسبدايتد هي التكاليف اللي بتحملها لما باجي اعمل تسريع للجدول الزمني، لما باجي اعمل نوع من انواع الفاست تراكنج او الكراشنج كوست. طيب انا هاخد هنا مثلا على سبيل المثال، انا عندي هنا دايركت واندايركت. ناخد اكزامبل على الدايركت، الدايركت ليبر والاكسبدايتنج كوست والماتيريال. طيب انا هنا بقول دايركت او اندايركت بيزد على ايه؟ الحاجات اللي بتدخل في صلب المشروع او بتؤدي الى نتائج مباشره بالمشروع، او بتكون الحاجه دي نتيجتها يعني انت بتدفع الفلوس عشان تاخد نتيجه مباشره في المشروع، فده بنسميه دايركت كوست. طب الحاجه اللي ممكن تكون مش ذات نتيجه مباشره للمشروع، او يكون بتشترك في اكتر من مشروع، التكاليف دي مشتركه في اكتر من مشروع زي البيلدنج ليز اللي هو ايجار المبنى بتاع الشركه اللي بتنفذ المشروع، تمام، ممكن الشركه تكون ماسكه اكتر من مشروع، فايجار المبنى ده بيعتبر اندايركت. طيب ريكيرنج ونون ريكيرنج، ريكيرنج اللي هو اللي بيتكرر او غير متكرر، دايركت ليبر، بيلدنج ليز، الماتيريال، انت الحاجات دي كلها بتشتريها على طول باستمرار بتتكرر، بس الاكسبدايتنج كوست دي بتعملها مره واحده وخلاص، هي التكاليف اللي بتتحملها عشان تسرع الجدول الزمني. طيب الحاجات الثابته والحاجات الايه المتغيره، هنبص نلاقي الدايركت ليبل والبيلدنج ليز حاجات ايه ثابته، يعني الراجل ده بياخد كل شهر 5000 جنيه والمبنى ده مأجرينه في الشهر ب 12000 جنيه، خلاص دي فيكسد فاريبل. اكسبدايتنج كوست والماتيريال تعتبر عندي فاريبل، ليه؟ لان مفيش مبلغ محدد انا بطلعه بشكل ثابت كل مده معينه، انا بطلع حسب الحاجه، بطلع حسب الحاجه. نيجي في نحس الاسكادول النورمال واكسبدايتد. نورمال اكسبدايتد هتبقى كل الحاجات نورمال ما عدا الاكسبدايتنج كوست اللي هي ممكن تبقى كراش كوست، ساعتها هتعتبر اكسبدايتد. طيب نيجي نتكلم على الدايركت والاندايركت كوست يا جماعه، او كوست ذات ار دايركتلي اتريبيوتابل تو ذا ورك اون بروجكت، يعني ليها علاقه مباشره للشغل بتاع المشروع زي التيم ترافل، تيم ويجز، ريكوجنيشن اند كوست اوف ماتيريال يوزد اون ذا بروجكت. اندايركت كوست اي اوفر هيد بقى، يعني مثلا التامينات تعتبر indirect cost، التأمينات بتاعت الموظفين يعني واللي داخل فيها بقى اكتر من حاجه، البنفيتس، الحراسه اللي على الموقع، الحراسه اللي على الشركه اللي مش عارف ايه، دي تعتبر indirect cost مقارنه بالايه؟ بالdirect cost. نبتدي ندخل على البروسيسز اللي هي البروجكت كوست مانجمنت، عندنا اربعه بروسيسز: بلان كوست مانجمنت، استيميت كوست، ديتيرمين بادجت، وكنترول كوست. الثلاثه دول موجودين في البلاننج، واخر البروسيس دي موجوده في المونيتورنج اند كنترول. موجوده فين؟ في المونيتورنج اند كنترول. لما نيجي نتكلم عن بلان كوست مانجمنت، قال لك هي البروسيس اللي انت بتعرف فيها ازاي التكاليف بتاعت المشروع هنقدر نعمل لها استيميشن وبادجيتنج ومانجنج ومونيتور اند كنترول. الهدف الاساسي من البروسيس دي انها بتدي لك جايدنس ودايركشن عن ازاي الكوست هنقدر نعمل لها مانجمنت. The process D is performed once or at predefined points in the project. تمام؟ طيب لو جينا بصينا كده، طبعا يا جماعه انا مش محتاج اكد ان ده اكيد determine budget مش بعدها على طول control costs، لان دي في planning وفي بعد planning execution وفي processes من knowledge areas ثانيه بتتنفذ وبعدين بنعمل control على الكوست. طيب لما نيجي نبص عندنا هنا، احنا دايما بنبدا من ايه؟ بنبدا من الاوتبوت. كوست مانجمنت بلان هي اللي في الاول، احنا عايزين نطلع بخطه اداره التكاليف. طب ايه الانبوتس اللي عندي؟ بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت تشارتر، اي اف او بي اي. اي اف او بي اي
ايه التولز اللي عندي؟ اناليتيكال تكنيكس ميتنج اكسبرت جادجمنت. مفيش اي حاجه جديده عندي. من الاخر احنا عايزين خطه الجدول ازاي، خطه التكاليف. فمن فضلك حضرتك استخدم كل وسائلك واساليبك واعمل خطه التكاليف. طيب الكوست مانجمنت بلان المفروض تكونتين ايه او يكون فيها ايه؟ يكون فيها ليفل اوف اكيورسي اللي هو مستوى الدقه، وليفل اوف بريسيشن اللي هي لو جيت تترجمها برضو هتلاقيها الدقه. يعني احنا في اللغه العربيه اكيورسي وبريسيشن الاثنين هاف ذا سيم ترانسليشن. انا هوضح لك الفرق بين الاكيورسي والبريسيشن دلوقتي. يونتس اوف ميجرز اللي هي وحدات القياس، انت من الاخر تشتغل بالدولار، تشتغل باني وحده فلوس، تشتغل كمان لما بتيجي تشتغل في الاطوال بتشتغل بالميتر، ولا هتشتغل بحاجه ثانيه لما تيجي تشتغل في الاوزان هتشتغل بالباوند ولا بالكيلو جرام. في النهايه بتختار اليونتس اوف ميجرز اللي انت هتشتغل بيها. اورجانيزيشنال بروسيجر لينكس اللي هي كنترول اكاونتس، ودي كده حاجه مهمه مش عارف اشرحها لك دلوقتي بس هاخدها قدام وساعتها هتفهم. رولز اوف بيرفورمانس مانجمنت اللي هي الايرنت فاليو مانجمنت اللي هي المفروض الحاجات اللي اتكلمنا فيها من شويه ان انت بتبقى حاطط الرولز بتاعتك اللي هتمشي عليها. كنترول ثريشولد اللي هي النقطه اللي عندها المفروض تعمل كنترول على الكوست، كوست لو وصلت لكذا او تقدر تبتدي تعمل كنترول. ريبورتنج فورماتس اللي هي التقارير او اشكال التقارير المفروض تكون موجوده، والبروسيس ديسكريبشن اللي كل بروسيس من اللي انت هتنفذهم في الكوست تكون في ديسكريبشن كافي ليهم. تعالوا نفهم الفرق ما بين الاكيورسي والبرسيشن. نفهم الفرق ما بين الاكيورسي والبرسيشن. زي ما قلت لك ان دول كلمتين في اللغه الانجليزيه، ولكن لما تيجي تترجمهم للغه العربيه هتلاقي ان معناهم الدقه. تمام؟ طيب لو انا عندي دلوقتي اختيارات او عندي احتمالات، عندي low accuracy low precision، low accuracy high precision، high accuracy low precision، و high accuracy high precision. انا هفترض ان انا عندي الارتري اللي هي بتكون بتاعه التنشين، عارفين لما يكون عندنا كده الهدف وتبتدي تنشن عليها بالاسهم فالتصويب يعني. فحضرتك في ديسكريبشن اقدر ادسكرايب بيه الضربات بتاعتك اللي انت صوتها ناحيه الارتري عشان اقدر اوصف اللي انت عملته. لما تكون الضربات بتاعت حضرتك، لما تكون التصويبات بتاعت حضرتك بالشكل ده، فانا بقول عليها low accuracy low precision، low accuracy low precision. لكن لما تكون الضربات بتاعت حضرتك هي هنا، خلي بالك هنا scattered وبعيدة عن السنتر وبعيدة عن الهدف، هي scattered هنا وبعيدة عن الهدف، لكن هنا هي مش scattered لكن بعيدة عن الهدف. فانا جيت هنا وقلت ايه؟ قلت low accuracy. معنى كده ان الحاجه لما بتبعد عن السنتر بيعتبر ده less accuracy، بيعتبر less accuracy. بس كون ان ضرباتي كلها قريبه من بعضها او كون ان الاستيميشن بتاعي، خلي بالك انا بقول لك هنا ده ليه؟ ده ليه علاقه بالاستيميشن. فلما الاستيميشن بتاعك يبقى كله قريب من بعض ولكن بعيد عن الاكتوال، فحضرتك كده having high precision but low accuracy. تمام؟ طيب لما نيجي نلاقي ان حضرتك عندك هنا الاستيميشن بتاعك هو يعتبر قريب من الهدف ولكن scattered، يعني كل الاستيميشن بعيد عن الاستيميشن التاني، فانا بقول لك ان عندك هنا حضرتك هنا عندك high accuracy but low precision، high accuracy but low precision. لما تبقى كل التصويبات بتاعتك متجمعه ومش scattered وعلى الهدف بالظبط، يبقى حضرتك عندك هاي اكيورسي هاي بريسيشن. يبقى عشان نعرف كده ونفهم ان البريسيشن ليه علاقه بالسكاترينج، الحاجه سكاتر ولا سنترد او مجمعه مع بعض. تمام؟ والاكيورسي ليها علاقه بقرب الاستيميشن بتاعي من التارجت او بعده عنه. قرب الاستيميشن بتاعي من التارجت وبعده، يعني مثلا انت النهارده هيكون عندك مثلا في بروجكت بتستيميت كوست لحاجه معينه. طبعا انت عندك اكتر من كوست، انت بيبقى عندك كوست وانت لسه في اول المشروع خالص ما عندكش ديتيلز، بعد ما تدخل شويه بيبقى عندك كوست تاني ادق شويه، بعد شويه بيبقى عندك كوست ادق. طيب كل ما كانت الاستيميشنز بتاعتك مش قريبه من التكلفه الفعليه اللي حصلت، فحضرتك كده بيكون عندك لو اكيورسي. طب لو الاستيميشنز بتاعتك دي مش سكاترد كلها حوالين نقطه محدده، فانت عندك بريسيشن. طيب لما تكون الاستيميشن بتاعتك كلها قريبه من بعضها ولكن كلها طلعت بعيده عن الهدف، فانت عندك هاي بريسيشن لو اكيورسي. تمام؟ يعني يا ريت تبقى النقطه دي برضو ايه واضحه. هندخل على تاني بروسيس اللي هي استيميت كوستس. اللي هي ايه يا جماعه؟ استيميت كوستس
like is a process of developing an approximation of the costs of resources, the cost of resources needed to complete project work. من الاخر انا شغلة البروسس دي معايا ان انا اقعد مع نفسي كده اقول الحاجة دي هتبقى بكام؟ ده هيكلفني كام؟ كل بارامتر عندي هيكلفني كام؟ قال لك the key benefit of this process is that it determines the monetary resources required for the project. هي الموارد المالية المطلوبة لإنهاء المشروع ده. طيب. This process is performed periodically throughout the project as needed. أنا عندي في cost estimation two issues or two factors لازم يكونوا واضحين عندي. طيب إيه principles اللي أنا المفروض تكون واضحة عندي؟ أول حاجة the more clearly you define the project's various costs in the beginning, the less chance there is of making estimating error. كل ما كنت واضح في تعريف التكاليف بتاعتك في أول المشروع كل ما ده قلل الأخطاء بتاعت الاستيميشن. والحاجة التانية قال لك the more accurate your initial cost estimation the greater the likelihood of preparing a project budget that accurately reflects reality of the project and the greater your chances of completing the project within budget estimate. يعني كل ما كانت ال initial cost بتاعتك accurate يعني قريبة من التارجت فعلا او الحاجة اللي حصلت كل ما كان في فرصة اعلى انك تخلص المشروع حسب ال budget estimates اللي عند حضرتك. كل ما كان الاول اول حاجة كل ما كنت واضح كل ما كنت واضح يعني انا بتكلم عن الوضوح تمام define the project various costs يعني انت عرفت السكوب بتاعك كويس ورحت عامل استيميشن يعني عرفته بشكل واضح رحت عامل استيميشن للعناصر دي بشكل واضح ما حطيتش حاجه جوه حاجه فده هيقلل الاخطاء بتاعت الاستيميشن بعد كده. طيب والحاجه الثانيه ان كل ما كانت بقى الانيشال كوست استيميشن دي اكوريت كل ما زودت فرص نجاح المشروع في ان هو يخلص حسب البادجت تمام. عندنا هنا cost estimation example. One key for developing project cost estimates is to first recognize the need to cost out the project on a disaggregated basis. يعني ايه disaggregated basis؟ aggregation هو التجميع. disaggregation هو عكس التجميع وهو التفكيك. حضرتك النهارده عندنا deliverable اسمها site preparation. deliverable اسمها ايه؟ site preparation تجهيز الموقع. لما جيت قسمت deliverable دي لwork packages لقيت عندي surveying utility line installation site clearing debris removal. debris اللي هو الهدم يا جماعه مخلفات الهدم. طيب فبدات اعمل ايه؟ بدات اعمل استيميشن للسيرفينج لوحده وبدات اعمل استيميشن لليوتيليتي لاين انستليشن وبدات اعمل استيميشن للسايت كليرنج وبدات اعمل استيميشن للدبرس ايه ريموفال. طيب فلقيت ان السيرفينج 3000 دولار ولقيت ان اليوتيليتي لاين انستليشن 15000 دولار ولقيت ان السايت كليرنج 8000 دولار ولقيت ان الدبرس ريموفال 3500 دولار. فجمعت كل ده طلع لي 29500 دولار. دي تكلفه الدليفربل اللي هي رقم 1040 اللي اسمها سايت بريبريشن. في حد يقول لي هو انت عملت ايه كده يعني انت ايه اللي عملته ده ما انت ما عملتش حاجه. هقول لك لا انا كان ممكن ببساطه اقول لك الدليفربل 1040 دي هتتكلف معايا 30000 دولار تمام. بس انا عشان اعمل لك كوست استيميشن صح ومظبوط كسرت الدليفربل اللي هي السايد بريبريشن لعناصر اصغر منها وبدات اعمل استيميشن على ليفل العناصر الاصغر دي اللي هي الورك باكجز وبعدين جمعت وقلت لك ان الايه ان الدليفربل دي هتتكلف 29500 تمام. وبالتالي انا عملت هنا الاستيميشن اون ديس اجريجيتد بيس. طيب دي برضو الويب سايتس تقدر حضرتك ترجع لها ليها علاقه بس بالاستيميشن فيما يخص الكونستراكشن يا جماعه ممكن تبقوا تبصوا عليه. طيب ندخل على استيميت كوستس. ندخل على استيميت كوستس. انا عندي هنا في الاوتبوت ايه كوست استيميتس كوست استيميتس بيزس اوف استيميتس بروجكت دوكيمنت ابديتس واللي هي الاسامشن لوج والليسنز ليرند ريجستر وريسك ريجستر. كوست استيميتس اللي هي تقدير التكاليف اللي احنا بنتكلم عليها. بيزس اوف استيميتس زي ما كنا موجوده عندنا هناك في السكادول. البيزس اوف استيميتس اللي هي الاسس اللي انا بنيت عليها الاستيميتس تمام. طيب عندي هنا ايه؟ عندي في الانبوتس بروجكت مانجمنت بلان هتنكلود كوست مانجمنت بلان
quality management plan, scope baseline, وproject documents هتنكلود ايه؟ lessons learned register, project schedule, resources requirements, ورisk register. كل دي حاجات عارفينها من قبل كده. enterprise environmental factors و OBA. تمام؟ الـ EAF والـ OBA. طيب ايه هي التولز بقى اللي عندي؟ عندي حاجات كتير. عندي expert judgment وعندي analogous estimating وده قلنا عليه في الكوست وهنقول دلوقتي. parametric estimating, automobile estimating, three points estimating. كل الاستيميشن ده قلناه في الايه؟ في السكادول. وفي الداتا اناليسز عندي alternatives analysis, reserve analysis, cost of quality. وعندي ايه تاني؟ عندي project management information system و decision making اللي هو الفوتنج. يعني احد التولز اللي عندي ان انا اعمل الفوتنج عشان اخد decision. طيب هنقول كل الحاجات دي دلوقتي، تعالوا مع بعض نشوفها. الانالوجس استيميتنج احنا قلنا عليه قبل كده ان انت بتبتدي تعمل استيميتنج في البروجكت ده في ضوء اللي انت عملته قبل كده. يعني انت كنت عامل حاجه بتقول وبالمثل يبقى ده هنا كذا. برضه نعمله فوتنج او حاجات هيستوريكال داتا، بس بناخد بارامتر معين هو ده اللي احنا بنطبق عليه. مثلا قال لك فور اكزامبل هنا سكوير فوتج از يوزد ان سام كونستراكشن بروجكتس، ان هي المسافه القدم المربع تمام انت بتستخدمه في اكتر من مشاريع من مشروعات الكونستراكشن على اساس ان دي حاجه متعارف عليها. يبقى القدم المربع هنا كان بيتكلف كام، يبقى ناخده هنا ونطبق عليه. طيب بوتوم اب استيميتنج اللي هو احنا عملناه من شويه هنا اهو، ده كده يعتبر يا جماعه بوتوم اب استيميتنج. ليه بوتوم؟ ده يعتبر بيبقى موجود في البوتوم بتاع الورك بريك داون ستراكشر، والحته اللي فوق دي تعتبر بالنسبه للجزء دوت تعتبر اب. فكل ان انت تعمل الاستيميشن من تحت لفوق ده بنسميه بوتوم اب استيميشن، بنسميه بوتوم اب استيميشن. تمام. عندنا كمان الثري بوينتس استيميشن واتكلمنا فيها، اللي هي كانت بتاعت البسمستيك والاوبتيمستيك والموست لايكلي، وقلنا ان احنا عندنا تو فورمولاز، والفورمولا الاولانيه بالشكل ده والفورمولا الثانيه اللي هي التريانجل والبيتا ديستريبيوشن، تريانجل ديستريبيوشن والبيتا ديستريبيوشن وهكذا. ريزيرف اناليسيس هو تحليل الاحتياطيات، وده حضرتك بتبتدي تحط لكل ورك باكج احتياطي خاص بيها. يعني مثلا انت بتقول والله الحاجه دي تتكلف 2000، لا يبقى انا عارف ان هنا في ريسك ما او في كونتينجنسي ما، فابتدي احط هنا احتياطي خليها 2200. فهنا انت بتعمل اناليسيس اسبير الايه؟ اسبير الكونتينجنسي اللي موجوده عشان تقدر تحط لكل حاجه. كوست اوف كواليتي، كوست اوف كواليتي اللي هو تكلفه الجوده. لما هنيجي ندرس في الجوده ان شاء الله في المحاضره الجايه هنلاقي ان الكواليتي دي بتكلفني، بتكلفني يا اما عشان اطابق يا اما لغير المطابقه. الحاجات اللي انا بحتاج او مش حاجات، انا عشان تطلع عندي منتج مطابق فانا لازم اعمل تريننج واعمل اختبارات واعمل حاجات من، والمنتجات الغير مطابقه بتكلفني في ان انا بعيدها او ببتدي ادفع تكاليف او بعمل ضمان او بعيد انتاجها مره ثانيه. فالكوست اوف كواليتي هنا انا بتكلم على اي تكلفه بتدفع خلال المشروع عشان اقدر افويد اي منتج معيب او اطلع منتج ذو جوده. والبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم بينكلود اي ابلكيشن حضرتك بتستخدمه في الشغل بتاعك. طيب هنتكلم هنا عن الكوست استيميت فيرسس كوست بادجت. ايه الفرق؟ قال لك الكوست استيميت ذا استيميشن اوف اول اكتيفيتيز اند تاسكس كوستس موستلي ريسورسز كوست. لحد كده حلو؟ لحد كده حلو؟ الا تكنيكس ار سيميلر تو ذا سيم ستيت. طب كوست بادجيتنج انك تبتدي تحط ده اوفر تايم، تالوكيت الكلام ده على الزمن، كده انت جبت التايم فيزد بادجت او الكوست بادجت. تاني النهارده لما تيجي تقول حاجه هتتكلف 5 هتتكلف 6 هتتكلف 7 هتتكلف 1000 2000 5000 ايا كان، قول ان انت جبت ان الحاجه دي تتكلف كام، انت كده جبت الاستيميشن او الكوست استيميشن. طيب اما تبتدي توقع الحاجات دي على الزمن، يعني انت خلاص عرفت ان انت الحاجه دي هتكلفك كذا وكذا وكذا، بدات تشوف في الجدول الزمني انت هتعمل الحاجه دي امتى والحاجه دي امتى والحاجه دي امتى. حسب الكلام ده بدات توصل لمرحله ايه؟ ان انت في اليوم الاول ده انت عايز 5000 واليوم الثاني عايز 10000 واليوم الثالث عايز 7000 وهكذا. الموضوع ده كون انك تحطه على الزمن اصبح بادجت، قبل كده هو كوست استيميشن. هناخد اكزامبل. قال لك باث روم ريموديلنج بروجكت ويل انكلود ذا فولوينج كوست استيميتس. تمام؟ يعني بتعيد كده بيقول لك ايه، انسف حمامك القديم واعمل حمام جديد ان شاء الله. فلما جيت تعمل الحمام قال لك يا سيدي الديمولشن هيتكلف اللي هو الهدم يعني هيتكلف $3000 وده هيبقى في الاسبوع الاول. الشيت روك اللي هو
الحيطه ان انت تبتدي تحط السيراميك على الحيطه تمام ده $2000. تايل فلور اللي هو السيراميك بتاع الارض ده هيتكلف $3500. فيكتشر انستليشن اللي هو تثبيت المعدات او حاجه تكون موجوده في الحمام ده ب $1500 وده في الاسبوع الرابع. بينتنج كان بتاع الحمام بقى $800 وده برده في الاسبوع الرابع. احنا بقى كده قدامنا يا جماعه المفروض الايه البادجت زي ما احنا شايفين انت قلت لنا تحط الحاجات دي على الزمن يبقى انت كده بتتكلم عن بادجت. اقول لك لا اللي قدامنا ده كوست استيميشن مش بادجت لان انت هنا بتقول العنصر الفلاني هيكلفني كذا وهيبقى في الاسبوع الاول فانت ممكن ببساطه تلاقي 20 حاجه في الاسبوع الاول وحاجه تاني في الاسبوع الثاني وتيجي تاني تطلع على حاجات تاني في الاسبوع الاول وهكذا. لكن عشان دي تبقى بادجت يبقى لازم تبقى بالشكل ده. بادجت بتاعك $10,800 اللي هو المجموع ده كله موزعك كالاتي: الاسبوع الاول $3,000، الاسبوع الثاني $2,000، الاسبوع الثالث $3,500، الاسبوع الرابع $2,000. تمام؟ طيب يبقى هي دي البادجت بتاعتي $10,800 وموزعه كالاتي. دي فكره الايه؟ فكره البادجت يا جماعه. طيب ديتيرمين بادجت، احنا هندخل دلوقتي على البروسيس اللي اسمها ديتيرمين بادجت. قال لك از ا بروسيس اوف اجريجيتنج ذا استيميتد كوست اوف انديفيدوال اكتيفيتيز اور ورك باكجز تو استابليش ان اوثرايزد كوست بيز لاين. هنبتدي نكون ايه معانا؟ اوثرايزد كوست بيز لاين. The key benefit of this process is that it determines the cost baseline against which project performance can be monitored and controlled. This process is performed once or at predefined points in the project. طيب هنتكلم كمان يا جماعه عن الكوست baseline versus project budget. ايه الفرق بين الكوست baseline والproject budget؟ قال لك during the cost estimation, the project manager will add some figure of contingency reserve which will become the cost baseline. يعني حضرتك لما تاخد الكوست استيميشن وتبتدي تحط لها الكونتنجنسي ريزيرف اللي هو احتياطي الطوارئ تمام مش يعني اللي هو خاص بال خاص بكل باكج او ديليفربل تمام هيتكون عندك هنا الكوست baseline او يعني بعد ما تاخد الكلام ده تعتمده يبقى ده كوست baseline. On top of the cost baseline based on the risk assessment management reserve will be added. بعد ما تبتدي تاخد الكوست baseline ده وبناء على الريسك اسسمنت المانجمنت ريزيرف بيتضاف. الاول انا ضفت حاجه اسمها كونتينجنسي ريزيرف فبقى عندي كوست baseline. اضيف على الكوست baseline مانجمنت ريزيرف will be added هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ساعتها البروجكت بادجت. So the difference between the cost baseline and the budget is called the management reserve, which will we call it as unknown unknown. عارفين يعني ايه unknown unknown؟ حتى دي علاقة بالريسك شوية وهوضحها لكم كده في عجالة. الريسك يا جماعة لما انا باجي اقول والله انا احتمال المطر يمطر عندي او ما يمطرش. فانا هنا بتكلم عن حاجة هي بالنسبة لي مش محسوم نتيجتها بس انا بقيت عارف ان في عنصر هنا اسمه المطر ممكن يمطر او ممطر. معرفتي بالعنصر بتخليه نون، معرفتي بعدم احتماليه او عدم معرفتي باحتماليه هو هيحصل ولا لا بتخليه انون، وبالتالي بيبقى بالنسبه لي هنا بيتسمى انون نون. انون نون هو ايه؟ المجهول المعروف تمام او المعروف المجهول. خلاص ليه؟ لان انا هنا بقيت حاطط ايدي على حاجه اسمها مطر، عارف ابعادها، عارف احتمالاتها، بس كل اللي انا مش عارفه الاحتمالات هو ايه اللي هيحصل فعلا. لكن في الانون انون انت هنا بتخطط لشيء لا تعرفه اطلاقا. يعني انت النهارده لما بتيجي تقول المانجمنت ريزيرف او الاحتياطي الاداره ده او الانون انون فانت ما انتش عارف ايه اللي هيحصل. يعني انت بتتوقع او مش تتوقع، انت 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 عارف علما، عارف يقينا ان ممكن يبقى في حاجه فعلا عقلك ما وصلهاش، والحاجه اللي عقلك ما وصلهاش فهي انون، وكون ان هي تحصل او ما تحصلش فده كمان انون، فاصبح انون انون. تمام؟ فهي دي الحته بتاعت المانجمنت ريزيرف، ودي لها علاقه بالريسك. طبعا لما ندخل في الريسك هنشوف حاجات كتير. لما نيجي نبص على المانجمنت ريزيرف قال لك انا اماونت ذا بروجكت بادجت وذ ذا فور مانجمنت كنترول بيربسز. يعني ده ما بيبقاش في ايد مدير المشروع، ما بيبقاش في ايد مدير المشروع. مدير المشروع بيقف لحد الكوست بيز لاين، بيقف لحد ايه يا جماعه؟ الكوست بيز لاين. And are reserved for unforeseen work. Unforeseen work that is within scope of the project. يعني الحاجات اللي مش متشافه ومش معروفه، حاجات اللي مش متشافه ومش معروفه
intended to address the unknowns, the unknown unknowns that can affect a project and not included in the cost baseline, but is part of the overall project budget and the funding requirements. ولكن هنبقى عاملين حسابها. يعني احنا جينا وصلنا ان الكوست بيزلاين واصل معايا ل 88 مليون جنيه. فانا كاداره لاني عارف ان في حاجه انون تمام, او ان في كونسبت بتاع الانون يعني زي كورونا وزي ثوره يناير وزي حاجات زي كده, طبعا كانت غير متوقعه بس كان المفروض يعني تبقى محطوط لها ريزيرف في المانجمنت ريزيرف تمام. طبعا انا هنا برد على مسج حد كتبها في الشات يا جماعه. طيب فبنيجي نقول بقى ايه, بنيجي نقول والله ال 88 مليون دول لحد الكوست بيزلاين اللي بتنكلود الكونتينجنسي ريزيرف اللي هي بتاعه الريسكس اللي هي معروفه تمام وين ان اماونت. لكن ما نيجي بقى انت حضرتك عايز تحترس لفكره الانسرتينيتي العامه اللي انت ما تعرفهاش, اللي هي الحاجات اللي ما تنفعش تتوقعها او ممكن تحصل وهي خارج الحسبان تمام, فانت هنا بتبتدي تسيف كده حوالي 3 مليون 4 مليون 5 مليون للانون انون للانون انون, ودي بنسميها مانجمنت ريزيرف وما بتبقاش تحت ايد مدير المشروع. When an amount of management reserve is used to fund unforeseen work, the amount of management reserve used is added to the cost baseline. لما تيجي بقى تاخد جزء من management reserve ده تصرفه على حاجة فعلاً unforeseen, فبتقوم مدخلها في cost baseline. لكن لحد هي ما تصرفتش, هي لما تيجي تبص كده على المشروع كله على بعضه, يعني احنا لما نيجي قلنا هنا قلنا ايه؟ قلنا project, قلنا cost baseline versus project budget. Cost baseline versus project budget. فلما تيجي تقول الكوست بيزلاين والله 88 مليون, البروجكت بادجت لا ده 95 مليون, ده البروجكت بادجت. بدات تاخد من ال 7 مليون اللي انت حاططهم دول, سوري ال 7 مليون تاخد 2 مليون تصرفهم على انفورسين ايفنت, ساعتها هتقوم مزود ال 88 كوست بيزلاين بدل ما كان 88 تخليه ايه 90 مليون تمام. Thus requiring an approved change to the cost baseline. ده بيتطلب ان عندك approved cost baseline. طيب احنا نكمل دلوقتي يا جماعة, احنا عملنا ايه؟ عملنا plan cost management, عملنا estimate costs, ودلوقتي هنعمل determine budget تمام؟ واحنا اتفقنا وقلنا الفرق ما بين cost estimation وال cost baseline وال budget وال project budget والكلام ده كله تمام؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نطلع البادجت, عايزين نعرف البادجت. البادجت دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن كوست بيزلاين بالاضافه للبروجكت فاندنج ريكويرمنتس. كوست بيزلاين بالاضافه للبروجكت فاندنج ريكويرمنتس. لو نرجع للاكزامبل اللي وريته لكم هنا يا جماعه, فاكرين الاكزامبل ده؟ لا مش ده, لا استنى مش ده ولا ده, لا ده 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 الاكزامبل ده اللي فوق ده لحد ما احنا شايفين كده, ده يعتبر ايه؟ ده كوست استيميشن اللي احنا ممكن نعمل بيه الايه اللي نحط عليه الكونتينجنسي ريزيرف يدينا كوست بيزلاين. طب اللي تحت ده اللي هو ايه بقى؟ البادجت او الفاندنج ريكويرمنتس. يعني من الاخر انا بقول انا عايز في الاسبوع الاول 3000 دولار, عايز في الاسبوع الثاني 2000 دولار, عايز في الاسبوع الثالث 3500 دولار, عايز في الاسبوع الرابع 2300 دولار. ما جيتش هنا في الاسبوع الرابع وقعدت اقول لا دول 800 ولا 1500, لا جمعت الاثنين وقلت انا عايز ايه. دي بنسميها البادجت او في نفس الوقت الفاندنج ريكويرمنتس تمام. لما بحط الكلام دوت على الزمن وابتدي اقول انا عايز في الفتره الفلانيه الفلوس الفلانيه, دي بتبقى الايه؟ البادجت او الفاندنج ريكويرمنتس. تعالوا بقى نرجع تاني, نرجع مش قوي كده فاحنا عايزين الكوست بيزلاين اللي لسه قايلين عليه من شويه, وعايزين البروجكت فاندنج ريكويرمنتس تمام, ونعمل ابديتس في الدوكيومنتس دي اللي هي الكوست استيميتس والبروجكت سكادول والريسك ريجستر. وعندنا ايه في الانبوس؟ عندنا الحاجات العاديه خالص اللي بنستخدمها كل مره بالاضافه للاجريمنتس والاي اف والاو بي. عندنا ايه هنا في التولز؟ اكسبرت جادجمنت وكوست اجريجيشن. هنشوف الكوست اجريجيشن دلوقتي عملي داتا اناليسيز, وهنعمل في الداتا اناليسيز دي ايه؟ ريزيرف اناليسيز. وقلنا ايه هي ريزيرف اناليسيز؟ تحليل الاحتياطيات, وابتدي احط الاحتياطي اللازم لكل حاجه. هيستوريكال انفورميشن ريفيو, مراجعه كل البيانات التاريخيه او المعلومات التاريخيه. فاندنج ليميت ريكونسليشن, وده تكنيك هنشرحه دلوقتي. فاينانسنج اللي هو التمويل او اي وسيله من وسائل الفاينانسنج.
اي وسيله، سواء تاخد قرض من بنك، بتاخد من الشركه نفسها، بتدخل معاك بارتنر، اي وسيله من وسائل الايه الفاينانس. طيب تعالى نشوف كده، احنا عندنا حاجه اسمها كنترول اكاونت، كنت اتكلمت عليها في الاول وقلت لكم هشرحها بعدين. الكنترول اكاونت ببساطه شديده هي نقطه انا بقدر اعمل عندها كنترول، والنقطه دي اقدر من خلالها اتحكم في اكتر من حاجه. طيب لو احنا تخيلنا الورك بريك داون ستراكشر اللي كان موجود عندنا، ومسكنا البرانشز اللي نازله من فوق كلها وبدانا نشوفها، طب تعالى نشوفها كده في الشكل اللي جاي ده ونرجع تاني. يعني على سبيل المثال لما كنت بقول والله انا عندي بند دهانات، عندي بند الكهرباء، عندي بند مش عارف ايه، فكل واحد من دول ينفع يبقى كنترول اكاونت. كنترول اكاونت عند الدهانات، كنترول اكاونت عند الكهرباء، كنترول اكاونت عند فريق العمل بتاع المشروع، وهكذا. تمام. طيب الكنترول اكاونت هي النقطه اللي انا بقدر عندها من الكنترول على المصاريف بتاعتي، واقدر اعمل كنترول على اكتر من حاجه. قال لك از مانجمنت كنترول بوينت وير Scope, cost, and schedule are integrated and compared to the earned value for the performance measurement. يعني هي النقطة دي اللي عندها، بجمع السكوب على الكوست على السكيدول وعملهم انتجريشن وكمبير الكلام دوت بالearned value اللي عندي. Are placed as a selected management points is WBS. بتحطها في النقطة اللي انت عايز تدير من عندها في WBS. Is defined with a unique code or an accounting number. بتحط لها unique code or accounting number which can be linked to the performing organization accounting system اللي هو شجرة الحسابات بتاعت الشركة. حضرتك بتربط الرقم ده، يعني مثلا انت شجرة الحسابات مطلع عندك بند اسمه العمالة او الموظفين او الأجور، البند ده واخد كود في الشجرة مثلا 011، فانت مطلع بقى كمان الأجور بتاعت الناس اللي شغالة في المشروع الفلاني ورحت حطيت لهم كود 0115، ده بيبقى مربوط ب 011 اللي هو موجود في شجره الحسابات بتاعه الشركه. تعالوا نشوف الكوست اجريجيشن يا جماعه. نفترض كده ان احنا عندنا اكتيفيتيز وعندنا ورك باكجز، والمفروض ورك باكجز بتنتهي بعد كده عند الدليفرابل اللي انا قلت لك عليها من شويه اللي هي الكنترول اكونت استيميتس. فانا بعمل الكوست اجريجيشن ده ازاي؟ باجي عند الاكتيفيتي استيميت وابتدي استيميت الكوست بتاعت كل اكتيفيتي. Activity B1 ب $150، Activity B2 ب $250، Activity B3 $300، Activity B4 $300، Activity B5 $450. طيب انا هنا بعمل ايه بقى؟ Activity Estimates افرض كامل يا باشمهندس. Activity Estimates باخدها واجمعها حسب هي تبع مين؟ حسب هي تبع مين؟ فبجمع مثلا انا اكتيفيتي بي 1 بي 2 بي 3 كانوا تحت ورك باكج دي، فجمعتهم مع بعض بقى عندي الورك باكج دي ب 700. باشمهندس يا ريت تقفل الكاميرا. تمام. و 750 باشمهندس احمد شعبان حضرتك فاتح الكاميرا. طيب 750 هنا جمعت ال 300 ال 450 وهكذا. دي برضو ورك باكج جايه من مجموعه من الاكتيفيتيز، ودي ورك باكج جايه من مجموعه من الاكتيفيتيز. طيب بقى عندي دلوقتي الليفل بتاع الورك باكجز، عندي ب 700 و750 و450 و560. تمام. طيب الاربعه دول مع بعض كده، او سوري الثلاثه دول مع بعض هيجمعوا مع بعض عشان دول كانوا تحت كنترول اكونت واحد او ديليفربل واحد. وعندي 650 دي مع حاجات ثانيه جمعتها بقت هنا 650، ادي عندي كمان ادي ديليفربل ثاني. بجمع كل الكنترول اكونتس يبقى انا كده وصلت لايه؟ وصلت للبروجكت استيميتس اللي هي 2550. انا لحد كده واصل ايه لايه يا جماعه؟ بروجكت استيميتس. اجي احط 250 از كونتينجنسي ريزيرف فوق البروجكت استيميتس دي يديني ال 2800. ال 2800 دي اللي هي تعتبر كوست بيرفورمانس بيز لاين، كوست بيرفورمانس بيز لاين او كوست بيز لاين، وهي في نفس الوقت التايم فيزد بروجكت بادجت. لما احطها على الوقت، لما اوقعها على الزمن تبقى تايم فيزد بروجكت بادجت. تمام. تاني في هنا عندي بروجكت بادجت وعندي تايم فيزد بروجكت بادجت. تمام. في هنا بروجكت بادجت وتايم فيزد بروجكت بادجت او تايم فيزد كوست بادجت. تمام. دي بتبقى ايه؟ بتبقى هي الكوست بيز لاين بس محطوطه على الزمن، ان انا اخدت الكلام ده وبدات ان انا افرده على الاسابيع او الشهور او المدد اللي عندي. اخد بقى الكوست بيز لاين ده واحط عليه المانجمنت ريزيرف يديني البروجكت بادجت. تاني انا اهو بدات من الاول،
بعمل اكتيفيتي استيميشن. اكتيفيتي استيميتس سوري اهي موجوده عندي تحت. حطيت استيميشن لكل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز دي، وبدات اجمع الاكتيفيتيز الخاصه بكل ورك باكج. فبقت عندي الورك باكج دي بعد ما جمعت لها الاكتيفيتي بتاعتها، دي 700، دي 750، دي 450، دي 650. بدات اجمع على ليفل ايه، اجمع الورك باكج واحط فين واصب فين، اصب في الكنترول اكونتس او الديليفرز. بقى عندي هنا 1900 و650 وهكذا الصعود. فبدات اجمع كمان على مستوى بقى الكنترول اكونتس عشان اشوف كل البروجكت استيميتس اللي هي ال 1700 بلس 650 بقى عندي 2250. لحد كده انا عندي الاستيميشن بتاعت البروجكت والداوت كونتينجنسي ريزيرف والداوت اني ريزيرف. فانا ببتدي احط الكونتينجنسي ريزيرف عليها. لما احط الكونتينجنسي ريزيرف عليها يديني ايه؟ 2800. يديني 2800. اخد ال 2800 دي بقت عندي هي الكوست بيز لاين، كوست بيرفورمانس بيز لاين او كوست بيز لاين. اخد 2800 دي وافردها على الزمن، اقعد اقول ويك نمبر 1 كذا، ويك نمبر 2 كذا، ويك نمبر 3 كذا، او مانث او يير او ايا كان. اذا كده بقى تايم فيزد بروجكت بادجت. اخد بقى الكوست بيز لاين ده واحط عليه المانجمنت ريزيرف، كده بقى عندي البروجكت بادجت اللي هو 3100. تمام، دي كانت الكوست اجريجيشن يا جماعه، دي كانت الكوست اجريجيشن يا جماعه. طيب عندي كمان الفاندنج ليميت والفاندنج ليميت ريكونسيليشن. انا او الفاندنج ريكويرمنتس وبعدين الفاندنج ليميت ريكونسيليشن. انا رسمت لكم من شويه حاجه شبه دي، كنا بنتكلم ان ده كده الايه الكوست اللي احنا مخططينها، ده كده يعتبر الكوست بيز لاين بالنسبه لي، وادي بادجت ات كومبليشن اللي احنا بنتكلم عليه. طيب لما نيجي نبص كده، ان قبل بقى ما اصرف، قبل ما اشوف الخط المنقط ده خالص، انا عندي ايه؟ انا عندي الكوست بيز لاين. طيب الكوست بيز لاين لما انا رسمته بالشكل ده، فوالله رحت اوريهم الكلام ده يا جماعه، فقالوا لي طيب معلش يا باشمهندس قول لنا الدفعات اللي هتعوزها كام، كل قد ايه انت هتعوز دفعات كام، كل قد ايه. فبدات ابص كده واقول والله انا هعوز الدفعه دي للمده دي. تمام، انا اهو هعوز الدفعه دي للمده دي، وبعدين هعوز الدفعه دي للمده دي اللي هي فاكرين التايم فيز بادجت، وهعوز الدفعه دي للمده دي، وهعوز الدفعه دي للمده دي، وهكذا. حضرتك النهارده بدات تطلع الفاندنج ريكويرمنتس من الكوست بيز لاين. تاني خلينا نرجع بس كده ونبص على حاجه، احنا عندنا هنا ايه؟ كوست بيز لاين وبروجكت فاندنج ريكويرمنتس. تمام، اللي هي من الاخر الكوست بيز لاين اللي هو الكوست المعتمد بتاع المشروع. تمام، محطوط طبعا انكلودنج كونتينجنسي ريزيرف. بروجكت فاندنج ريكويرمنتس يعني من الاخر انت عايز كام، كل قد ايه، امتى هتطلب الحاجه الفلانيه. تمام، فلما جينا هنا قال لك ايه؟ قال لك ادي كوست بيز لاين، انا عندي بقى عايز الفاندنج ريكويرمنتس. طيب بدات اشوف والله انا عايز الفلوس اللي تكفيني لحد النقطه دي فطلبت المبلغ، وبعدين عايز الفلوس اللي تكفيني لحد النقطه دي فطلبت المبلغ ده، وهكذا هنا فطلبت المبلغ ده، وهكذا هنا طلبت المبلغ. بيوريك بقى هنا كمان الايه؟ الفرق ما بين الكوست بيز لاين والبروجكت بادجت. تاني اهو الفرق اهو، كوست بيز لاين واقف لحد فين؟ لحد هنا. البروجكت بادجت واقف لحد فين؟ سوري، هتضيف عليه المانجمنت ريزيرف يديك البروجكت بادجت. طب امال ايه ده بقى؟ قال لك دي المصاريف الفعليه اللي انت صرفتها، اللي هي قعدت اقل من الكوست بيز لاين طول المشروع وجت في الاخر وضربت شويه. دخلت فين؟ في المانجمنت ريزيرف. بدات تدخل، عديت الكوست بيز لاين دخلت في المانجمنت ريزيرف. تمام؟ فده ببساطه الفاندنج ليميتس. طب امال ايه بقى هو الفاندنج ليميت ريكونسيليشن؟ الفاندنج ليميت ريكونسيليشن انك انت تيجي تقول لي انا عايز في الشهر الاول مليون جنيه، في الشهر الثاني 2 مليون، في الشهر الثالث مليون، في الشهر الرابع 5 مليون. فاجي انا اقول لك كممول او انا السبونسر اقول لك انا مش معايا الفلوس بالشكل اللي انت طلبته، لكن انا هقدر اديك الفلوس بالمعدل ده، الشهر الاول مليون، الشهر الثاني نص مليون، الشهر الثالث نص مليون، بعدين 4 مليون. فحضرتك تبتدي تمسك البروجكت او تمسك الكوست بيز لاين بتاعك تعدل فيه بما يتناسب مع الفاندنج اللي هيجي لك، بما يتناسب مع الليميتس اللي حصلت على الفاندنج ريكويرمنتس. فاندنج ريكويرمنتس كانت عايزه بالشكل ده وبالشكل ده وبالشكل ده، فانا لقيت ان انا اللي هقدر اوفره لك هيبقى بالشكل ده وبالشكل ده وبالشكل ده بالشكل ده. طيب ايه اللي يحصل؟ فهتبتدي تمد اجل المشروع
او تمط في الجدول الزمني او تغير في ترتيب الاكتيفيتيز بتاعتك بما يتناسب مع معدلات الصرف او يعني معدلات الدفعات اللي هتاخدها. ده اسمه funding limits reconciliation، وهو اعادة تسوية او اعادة تظبيط الكوست بيز لاين حسب الفاندنج ليميتس، حسب الحدود الجديده للفاندنج. تمام، يبقى احنا اتفقنا ان عندنا كوست بيز لاين وبروجكت بادجت، وعندنا وعندنا فاندنج ريكويرمنتس اللي هي متطلبات. انا عايز يعني انا عشان امشي المشروع بالشكل ده محتاج دفعات بالحجم ده في المواعيد دي. طب انا جيت قلت لك والله يعني تعالى نرجع للاكزامبل ده مثلا. لو انا جيت قلت لك انا مش قادر اوفر لك هنا 3000 ولا هنا 2000 ولا قلت لك هنا 1000 1000 2000 2000، انت هتعرف تخلص المشروع دوت في 4 اسابيع؟ لا، هتبتدي تعيد توزيع التاسكات ديت على الزمن الجديد اللي هيبقى مناسب للفلوس اللي انت هتاخدها. تمام، فهي دي الفاندنج ليميت ريكونسيليشن. تمام، طيب احنا كده شفنا الكوست اجريجيشن وفاندنج ليميت ريكونسيليشن. عندنا دلوقتي اخر بروسس عندي اللي هي كنترول كوستس. كنترول كوستس از ا بروسس اوف مونيتورنج ذا ستاتس اوف ذا بروجكت تو ابديت ذا بروجكت كوستس اند مانجينج تشينجز تو ذا كوست ديز لاين. من الاخر هي دي البروسس اللي انا بقدر اعمل من خلالها. لما كنت بعمل كنترول على السكيدول انا هعمل دلوقتي كنترول على كوستس. ذا كي بينفيت اوف ذيس بروسس از ذات كوست ديز لاين از مينتيند ثرو اوت ذا بروجكت. ذيس بروسس از بيرفورمد ثرو اوت ذا بروجكت. ذا كي تو افكتيف كوست كنترول، يعني المفتاح او السر في انك تعمل effective cost control is the management of the approved cost baseline، انك تمانج المشروع حسب ال approved cost baseline. تمام، دي كلها حاجات included في ال cost control. بنعمل ايه؟ بن influence the factors that created changes to the authorized cost baseline. يعني اي factor ممكن يعمل change في ال cost baseline انا بinfluence، انا بحاول ان انا اقصر على الفاكتور ده او اخليه ما يحصلش او اخلي تأثيره اقل منه. Ensuring that all changes requests are acted on in a timely manner. يعني أي change أو أي request لل change بيحصل بيتم التعامل معاه في الوقت المناسب. Managing the actual changes when and as they occur. The actual changes اللي هي بقى مش change request، لا change حصلت actually. تمام، فبتبتدي تتصرف معها حسب ما حصلت وفي وقت ما حصلت. Ensuring that cost expenditure don't exceed the authorized funding by period, by WBS component, by activity, and in total of the project. يعني بتبتدي تعمل مونيتور على المصاريف بتاعتك وتطمن انها ما تخطتش الليميتس بتاعت الفند اللي هو انت مثلا يعني الفند اللي جاي لك دلوقتي مليون، ما ينفعش تصرف مليون ونص، ما ينفعش تبقى مصاريفك المفروض تتصرف في الفترة دي مليون ونص، وما ينفعش كمان ان الدهانات مثلا تبقى تكاليفها عليك كلها مثلا 120,000 فانت تبقى صارف على الدهانات اكتر من كده. باي اكتيفيتي، لو الاكتيفيتي دي برضو تعمل كنترول على الليفل بتاع الاكتيفيتي وعلى البروجكت كله. مونيتورنج كوست بيرفورمانس از تو ايزوليت اند اندرستاند فيرينس فروم ذا ابروفد كوست بيرفورمانس. يعني تفضل متابع الكوست بيرفورمانس عشان تحاول تجنب المشروع من اي تشينجز ممكن تحصل. Monitoring work performance against funds expended. تمام، يعني تبتدي تتابع الشغل اللي تنفذ مقابل التمويلات اللي خدتها. انت ممكن تكون بتصرف حسب التمويلات بس الشغل اللي بيطلع في النهاية مش هو حسب اللي انت مخطط له. Preventing and approved changes from being included in the reported cost or resource usage. اي ان ابروفد تشينج بتحاول ان انت تبريفنت ان التشينج ده يحصل. انفورمينج ابروبريت ستيك هولدرز، بتوصل للستيك هولدرز المناسب المعلومات اللي تتعلق بالكوست اللي هو يعني ليها علاقه بيه. برينج اكسبكتد كوست اوفر رانز ويذن اكسبتبل ليميتس، تحكم في الخروج عن البادجت او المصاريف بتاعتك بحيث انها تبقى في معدلات مقبوله. وادي البروسس عندي اهي ورك بيرفورمانس انفورميشن، يبقى لازم عندي هنا ورك بيرفورمانس داتا. وكوست فوركاستس، كوست فوركاستس ديت لما تفتكر الجزء بتاع تو كومبليت بيرفورمانس اندكس والاستيميت تو كومبليت واستيميت ات كومبليشن، دي كلها اسمها فوس كوست فوركاستس. فانت هتبتدي تعمل البروسيسز اللي احنا شرحناها من شويه. وتشينج ريكويستس، لو انت بقى في حاجه محتاجه تشينج زي ما احنا كنا بنشوف من شويه عايز تغير في الكوست بيز داين. تمام، طيب طبعا ابديتس بقى لكل الحاجات دي. طيب عندنا هنا في الانبوكس برضو الحاجات العاديه عارفينها بالاضافه الى البروجكت فاندنج ريكويرمنتس اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها.
Work Performance Data و OPA. طب ايه التولز اللي عندي؟ Expert Judgment, Data Analysis. وفي Data Analysis في ايه بقى؟ Earned Value Analysis لسه واخدينها, Variance Analysis لسه واخدينها, Trend Analysis كنا اتكلمنا عليه كده برضو. Trend Analysis ليه علاقة بالIndexes اللي احنا كنا نتكلم عليها, اللي هو Cost Performance Index وال Schedule Performance Index وال Two Complete Performance Index. كل الIndexes او الIndices اللي عندي ليه علاقة بالTrend Analysis. الريزيرف اناليسيس وتحليل الاحتياطات ولسه كنا قايلين عليه شويه, وحاطط لك كمان التو كومبليت بيرفورمانس اندكس كحاجه كده من حاجات التولز المهمه اللي المفروض تعتمد عليها, والبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. تمام. طيب كده احنا خلصنا البوست ونبتدي نفتح فقره الاسئله, ومعانا اول متصل ونقول الو. طبعا مش الو يا جماعه, احنا بنتكلم هنا شات يعني. ماشي. طيب ولا في حاجة غلط؟ المهندسة هي انت مش سمعاني خالص ولا ايه؟ المهندسة هي بتقول طب لسه حاجة فتحتش ولا في حاجة غلط؟ فأكيد في حاجة غلط. طيب في اول سؤال من المهندس محمود زيتون, وكان محضره وعمل له كوبي بيست كده على طول. طيب what is the schedule reserve و negative total flow. طب ماشي, انا مفيش مشكله والله في اسئلتك, بس انا عايز الاول اجاوب على اسئله الناس اللي هي يعني تبع المحاضره دي, ونخلي بس اسئله الكويزز اللي فاتت في الاخر خالص. ماشي. حد عنده اسئله في المحاضره بتاعت النهارده يا جماعه؟ حد عنده اسئله في محاضره النهارده؟ وانا محدش سامعني. طيب انتوا سامعيني يا جماعه؟ نضغط رقم واحد لو سامعيني. طب الحمد لله رقم واحد بس كفايه. خلاص تكتبوش واحد. طيب تمام. مهندس هشام صلاح بيقول could you please explain IRR. طيب يا جماعه, احنا قلنا IRR هي المعدل الفايده او ريتيرن اللي عنده بيتساوى الريفينوس والكوست, او النت بريزنت فاليو للبنفيتس مع الكوست. من الاخر النت بريزنت فاليو, سوري مش النت, البريزنت فاليو بتاعت البنفيتس مع الكوست. يعني النت بريزنت فاليو تساوي زيرو عند تايم معين. ولما جينا شرحنا يا باشمهندس وقلنا كده ان احنا مثلا في البروجكت بتاعنا اللي كنا بنتكلم عليه, اللي كان عندنا كنا جايبين النت بريزنت فاليو, خليني كده ارجع واوريها لك هنا. ده لو تاخد بالك احنا عندنا هنا كوسس وعندنا هنا ايه انكم, وعندنا هنا النت بريزنت بتاعت الكوس والنت بريزنت بتاعت الانكم, وانا هنا مدي لك الانترست ريت 10% وهنا 10%. انا هنا بعد 3 سنين انا ممكن اغير شويه حاجات هنا عشان اخلي الموضوع يناسب الاي ار ار. انا ببساطه لما جيت طلعت هنا النت بريزنت فاليو طلعت كام؟ طلعت 62. لا انا مش عايزها 62, انا عايزها بعد 3 سنين تبقى صفر. انا عايزها بعد 3 سنين دول تبقى صفر. فانا هبتدي ادور على معدل الفايده, اقعد اغير في ال 10% دي لحد ما تديني هنا قيم وهنا قيم, لما اجمعهم واطرحهم من بعض يديني صفر. يعني عايز من الاخر يبقى هنا 353 مثلا وهنا 353, او هنا 320 وهنا 320. طيب انا بلعب في ايه؟ انا بلعب في الانترست ريت دي, بلعب في الانترست ريت اللي تديني ده يساوي ده, بلعب في الانترست اللي تديني ده يساوي ده. تمام يا باشمهندس؟ يا ريت يكون الموضوع كده واضح. ماشي يا باشمهندس سامح, انا فاكر اللي انت السؤال اللي قلت لي عليها الخاص. حاضر والله, بس ناخد بس الاولويه بتاعت الاسئله بتاعت المحاضره بتاعت فايند اكسبلين ذا كوست بيز لاين اجين. مهندس عبد الرحمن عايز الكوست بيز لاين اجين. طيب نيجي كده الكوست بيز لاين يا جماعه. الكوست بيز لاين هندسه هو ان انا تبقى عندي الكوست استيميتس, احط الكونتينجنسي ريزيرف يبقى عندي الكوست بيز لاين. لما تيجي تبص معايا هنا كده فين في الاجريد,
طيب انا عندي هنا البروجكت استيمس، انا هنا عملت ايه؟ انا كل الحكايه ان انا كنت بشوف كل حاجه تكلفتها كام واقول عليها، ورحت مجمع كل التكاليف دي احط عليهم الكونتينجنسي ريزيرف، يبقى ده ايه؟ واعتمده طبعا، يبقى ده كوست بيز لاين. تمام، طبعا مش اللي هو كده، لا اعتمده برضه، يبقى ده كوست بيز لاين. اخد الكلام دوت واحطه على التايم، يبقى ده تايم فيزد بروجكت بادجت، يبقى ده تايم فيزد بروجكت بادجت. تمام، اخد بقى الكوست بيز لاين واحط عليه المانجمنت ريزيرف، يديني البروجكت بادجت. تمام، واضحه؟ اتمنى تكون واضحه. يعني احنا الشات بيعلق. لا طيب، موضوع قياس نجاح المشروع، انا كمدير مشروع مسؤول عن تحليل الاهداف والالتزام بالنطاق والزمن والتكلفه وليس المسؤوليه تحقيق متطلبات الراعي او الهيئه العليا، يعني دي معلومه ولا سؤال ولا ايه بالظبط؟ طب قياس نجاح المشروع يعني هل كده انت تقصد ان انت كده تحقيق الاهداف والالتزام بالنطاق والزمن والتكلفه وليس المسؤوليه تحقيق متطلبات الراعي؟ لا طبعا، يعني انت اصلا جبت المتطلبات، جبت الاهداف بتاعه المشروع منين؟ ما هو جمع المتطلبات جزء من شغلك. انت بتقوم بكولكتنج ريكويرمنتس من كل الستيك هولدرز، اللي الراعي واحد منهم. تمام؟ الهيئه العليا برضو منهم. فانت في الاول بتكولكت كل الريكويرمنتس. فكره ان انت مش مسؤول عن تحقيق متطلبات الراعي، لا، انت مسؤول عن جمع متطلبات الراعي، وسواء بقى ساعتها هتبقى رافضها او هتناقشها او هتتفق على حاجه ثانيه، بس في النهايه انت هتاخدها انتو كونسيدريشن. تمام؟ فكون ان حضرتك النهارده تقول لي انا بحقق الاهداف وبلتزم بالنطاق والزمن والتكلفه، طيب ما افرض ان انت النطاق ده جبته منين؟ النطاق ده ما جاش غير من متطلبات كل الستيك هولدرز اللي من ضمنهم الراعي. يا ريت لو انا فهمت صح فانا كده جاوبت، لو كنت تقصد حاجه ثانيه بقولها. الذي يجب الالتزام به حسب بنود العقد المتفق عليه في المشروع هو سي بي اي اور اس بي اي؟ والله يا باشمهندس، هو السي بي اي والاس بي اي ده ما بيبقاش موجود في العقد اصلا. انت لو خدت بالك ان احنا ما بنقدرش نعرف السي بي اي والاس بي اي الا لما بنبتدي نشتغل في المشروع وبنبتدي نوصل لمعدل انتاج معين، فساعتها بنقول والله السي بي اي بتاعنا كذا والاس بي اي بتاعنا كذا، اللي هم بيكونوا نسبه الى الشغل اللي اتعمل، نسبه بين الشغل اللي اتعمل والشغل المخطط، او نسبه بين الشغل اللي اتعمل والفلوس اللي اتصرفت. فانت مش هتعرف تحط سي بي اي واس بي اي اصلا في العقد. ازاي نقسم حاجه واحده على قيمتين مختلفتين اللي هو التي سي بي اي ويكون الاجابه صحيحه؟ لا طبعا، هي مش الفكره في انك بتقسمهم على قيمتين مختلفتين وتكون الاجابه صحيحه. دول تو اوبشنز يا باشمهندس، انت بتوصل للفاليو بتاعتك سواء كانت بي اي سي ناقص اي سي او اي سي ناقص اي سي. يعني انت مش، احنا من شويه كنا بنشرح عندنا ثلاث احتمالات لان احنا نكمل الشغل بعد ما وقفنا وقسنا. الاحتمال منهم ان انت هتكمل حسب المخطط اللي هو بي اي سي، او هتكمل حسب الوضع الجديد اللي هو اي اي سي، فده اوبشنز. طيب في حاله حدوث التغيير في معدل او اساليب العمل المتفق عليه، لا هو ده يبدو ان ده كماله سؤال تاني. يا ريت اللي يسال سؤال يساله في رساله واحده، لان انا مش هعرف اجمع السؤال من كذا رساله. طيب الار هي معدل التضخم؟ لا طبعا، الار مش معدل التضخم. معدل التضخم حاجه، والار ده اللي هو معدل الفايده المعلنه من البنك المركزي زي ما حكيت لك. هل ده هو ده؟ لا طبعا ده مش هو ده. انت ممكن تلاقي ان مثلا يطلع تقرير يقول لك ان معدل التضخم السنه اللي فاتت كان 13%، بس الانترست ريت مثلا 14 15 16. كل دوله بتبتدي تدير السياسه النقديه بتاعتها بناء على الكلام ده. يعني الدوله لما تحب تلم الفلوس اللي في ايدين الناس وما تشجعش الناس على الاستثمار وعايزه تلم الفلوس اكتر، بتعمل ايه؟ بتقوم رفع سعر الفايدة، فتغري الناس اللي معاها فلوس تروح تحط الفلوس في البنك تاخد عليها عائدات أعلى، فهي تبقى لمة السيولة. طب عايزة الناس ترجع تاخد الفلوس بتاعتها اللي في البنك وتوجهها للاستثمار أكتر، فبتقوم مقللة معدلات الفايدة عشان يبقى البنك بالنسبة لهم أقل الخيارات عائدا، وبالتالي الناس تبقى متشجعة أكتر إنها تروح تستثمر بدل ما تحط في البنك. طيب عندنا earned value and actual cost وplanned value and basis of estimates. طيب انا مش عارف ايه السؤال يا دكتور ابراهيم. earned value and the actual الفرق بينهم ساعتك بس كده في عجاله، يعني انا عندي الفرق ما بينهم. هي واضحه بس في لبس شويه عند بعض الامور، معلش. طيب بص يا فندم، انا بدخل قبل المشروع بيبقى عندي planned value، انا لسه ما نفذتش، فشيء طبيعي ان يكون عندي بلاند فاليو اللي هي انا عند اليوم الرابع هكون خلصت كذا،
انا عند اليوم العشرين هكون خلصت كذا. دي كلها اسمها بلاند فاليو. طيب كده الشغل لسه ما بدأش. الشغل بدأ بقى وبدأنا نمشي، وبعد اسبوع يوم يومين ثلاثة بدأنا نقف ونشوف احنا عملنا ايه. وبالتالي احنا عملنا ايه، دي شقين، شق مصروفات اللي هي الفلوس، وشق تاني انتاج. الانتاج بسميه ايرنت فاليو، لما امسك الانتاج واحوله لما يوازيه من الفلوس هي دي بتبقى الايرنت فاليو عندي. لكن الفلوس اللي اتصرفت فعليا عند اللحظة دي بتبقى الاكتوال كوست. الفلوس اللي اتصرفت فعليا عند اللحظة دي بتبقى هي الاكتوال كوست. والبيزس اوف استيميتس زي ما قلت لك هي الاسس اللي انا بنيت عليها الاستيميشن. انا عملت استيميشن في الحتة دي بناء على ان مثلا ان العامل مثلا في دولة زي الصومال اجره بيبقى من كذا لكذا، ده بيزس اوف استيميتس. فانت بدأت تبني على النقطة دي كل الاستيميشن اللي جاي، او ان سعر الكهرباء في مدغشقر كذا، او ان الكهرباء مدعومة في الحتة الفلانية، او ان اللي مش عارف ايه كذا. انت بتحط بيسس انت بنيت عليها الاستيميشن. يريد يكون الموضوع واضح. طيب ازاي نقسم حاجة؟ ما انا لسه انا جاوبت السؤال ده مش مهندس ربيع اللي هو التي سي بي اي والكلام ده كله. طيب في سؤال تاني، هل في معادلات ثابته للاخذ في الاعتبار الانفليشن ريت؟ هو ما قدامكش حاجه غير الانترست ريت. الانفليشن ريت مش حاجه انت كنت ينفع تتعامل معاها كمواطن عادي. انت بتعرف تمسك ايه او ليه حاجه اللي بتقدر تمسكها؟ بتمسك سعر عملتك مقابل الدولار، بتمسك سعر الفايده في البنك، بتمسك مثلا سعر الذهب بيروح فين وبيجي منين. هي دي الحاجات اللي انت ممكن تبص عليها. طيب بما ان الحاجات دي قد تختلف من مكان لمكان، فبقينا مثبتين سعر الفايده كمرجع لينا نقدر نتعامل بيه، لان سعر الفايده دي حاجه ثابته على مستوى الدوله كلها، وكمان حاجه كنترولد، يعني هي مش ماشيه لوحدها. سعر الذهب بكره ممكن يبقى كذا وبعده كذا، سعر الدولار كذا وبعده كذا، لكن سعر الفايده حاجه كنترولد، حاجه مانجد، بيصدر بها قرارات من رئيس من محافظ البنك المركزي، والموضوع ما بيبقاش كل يومين ثلاثة، لا ده كل فترات كبيرة جدا، يعني ممكن يقعد سنة أو سنتين عشان يغير سعر الفايدة. وبالتالي أصبح سعر الفايدة هي الحاجة اللي أنت ممكن تشتغل عليه. عايز بقى تتابع الانفليشن ريت، تابع التقارير اللي بتصدر من عن الجهاز، من الجهاز العام، من الجهاز التعبئة العامة والإحصاء، الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء. تابع التقارير الاقتصادية اللي بتصدر عن البنك الدولي، تابع التقارير الاقتصادية اللي بتصدر عن صندوق النقد الدولي. تمام. طيب احتمالية تكون باي باك بيريود مبني على مقدار مالي متوفر ولا على الزمن المفروض؟ بص، هو الباي باك بيريود هو اصلا بيديك بيريود، يعني هو ما ينفعش يبقى انت في النهاية بتقارن مصاريف بعائدات في مدة محددة. انت صرفت مليون، جالك مليون بعد قد ايه؟ بعد قد ايه دي؟ ايه دي الاخرانية دي؟ هي الباي باك بيريود. طيب في سكرين شوت هنا لحاجة معينة. طيب انا هداولود السكرين شوت على مسؤوليتك يا باشمهندس ربيع، واذا الجهاز بتاعت فيروس يبقى انتوا اللي انهيتوا الكورس بقى انتوا قريبين. ماشي يا جماعه، نشوف الصوره بس اصل الصوره ما بتفتحش في المكان ده، نشوفها. ما ظهرتش وما نزلتش ولا ايه؟ اوبن فايل. طيب طيب انت حضرتك هنا واخد لي سكرين شوت. ماشي يا فندم، انا اوكي ماشي. المهندس ربيع واخد سكرين شوت من طيب ايه السؤال يا باشمهندس ربيع؟ خلينا هنا. Can we cover fund shortage by other sources of to save time and keep cost baseline؟ ماشي، دي حتى out of scope بالنسبة لإدارة المشروعات كعلم. انت في النهاية لما يكون، معلش انا اسف يعني، انت مطلوب منك مصاريف في البيت، سوري، انت الفلوس المتوفره ليك مثلا 5000 جنيه، والحاجات اللي مطلوبه تتعمل 10000 جنيه،
انت قدامك اوبشن تستلف 5000 جنيه وتمشي الشغل كله او تصرف كل المصاريف او تقسم الحاجات اللي هتتعمل على شهرين. يعني دي حته ملهاش دعوه بال يعني بعلم اداره المشروعات. في النهايه انت استلفت اتصرفت عملت اي حاجه ماشي خلاص دي حاجه ترجع لك. بس في النهايه احنا بنقول لو ما قدرتش تعمل دوت هتعمل ايه؟ What is the basis of estimates and how does it apply to earned value calculation؟ طب ما احنا قلنا من شويه يا جماعه basis of estimates هي الاسس اللي احنا بنعتمد عليها. انت جبتها خلاص يا دكتور باشمهندس. خلاص والله انا اسف ما ببصش على سعادتك الله انا اللي اسف ان انا كررت السؤال معلش. لا لا خالص انا ببصش على الاسماء انا اسف يعني. لا ولا يهم سعادتك. لا اعوذ بالله كرم سعادتك. قالت وجود هدف وحيد في المشروع يكون تابع للاكيورسي ولا البريسيشن اثناء تنفيذ المشروع؟ طبعا الحته بتاعت الهدف دي انا مش عارف تقصد ايه بس انا اتكلمت عن الاكيورسي والبريسيشن في الاستيميشن مش فكره الهدف. انا طبعا يعني احنا اما بنيجي نعمل استيميشن يا جماعه بنبقى عايزين نشوف الاستيميشن بتاعتنا دي هاي اكيورسي ولا لو اكيورسي. ده ليه علاقه بال التارجت. التارجت لما بقول تارجت هنا مش معناها التارجت بتاع البروجكت، انا بقول التارجت كوست، الكوست بتاعتي. يعني انا ضربت لك اكزامبل وقلت لك والله لو الحاجه دي هتتعمل في يعني انا ما اعرفش هتتعمل في النهايه بس انا قعدت اعمل استيميشن وقلت والله حاجه دي ممكن تتكلف 300000 جنيه. وبعد شويه لما بدات اعرف معلومات اكتر قلت لا 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 هي الحاجه دي هتبقى 325000 جنيه. وبعدين بعد ما عرفت اكتر قلت لا 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 الحاجه دي هتبقى 318000 جنيه. لحد دلوقتي انا قادر اشوف ان الاستيميشنز بتاعتي كلها هاي بريسيشن. طيب تعال نشوف بقى الحاجه دي اتعملت بكام. اتعملت ب 400000 جنيه. طيب يبقى اذا كانت لو اكيورسي بات هاي بريسيشن. انا هنا بتكلم عن كوست استيميشن. انا ما اعرفش بقى تقصد ايه هدف وحيد في المشروع. طيب البينيفيتس از انكم اور بروفيت؟ لا البينيفيتس يا جماعه هي الانكم مش البروفيت. البروفيت اللي هو النت بريزنت فاليو او يعني حصل طرح الايه الانكم او البينيفيت من الكوست. تمام. طيب فين طيب يعني الناس في المانيا واليابان معدل الفايده بالسالب. طيب ده معناه ايه يا جماعه؟ معدل الفايده اللي بالسالب في اليابان او في امريكا احيانا بيبقى 0.5% والدنيا دي كلها. الناس دي ما عندهاش فلكتويشن او اهتزاز او تذبذب في العمله زينا. وكمان التضخم عندهم مش بنفس الصوره. يعني مثلا يعني طبعا في اليابان العملة بالسالب بدل الفايدة بالسالب معناها ان انا هديك فلوس سوري هسلفك فلوس ولما اجي اخدها منك هاخدها اقل. لما اجي اخدها منك هاخدها اقل. خلي بالك ده مش بيغير عندنا حاجة هنا. انت برضو بتمشي على نفس الاسس دي. يعني طبعا معدل بالسالب ده مش كتير منتشر ومش بيحصل في كل السنين في كل الاوقات بس بتعمله الدول دي عشان تعمل نوع من انواع البالانس ما بين البرودكشن او الناتج القومي وما بين الفلوس المتوفره. وعشان هي عندها حسابات ثانيه. اليابان دي بالذات في الاقتصاد يعني اي حد بيدرس اقتصاد كل حاجه بيجي عند اليابان ويدرس حاجه ثانيه. اليابان دي وضعها فظيع جدا يعني بلد مدينه بشكل غير عادي وديونها معديه جدا واقتصادها في العالي يعني حاجات مش ماشيه مع بعضها يعني. لكن لو جينا نبص مثلا على امريكا. امريكا بتدي معدل فايده ممكن 0.5% 0.25% واحيانا بتنزل بالسالب لما بتبقى عايزه الناس تاخد الفلوس اكتر. يعني انت كل ما بتقلل الفايده بتساعد الناس تشتغل اكتر بس في النهايه انت مضطر تحسب بالفايده اللي موجوده قدامك دي اللي هي موجوده في البلد اللي انت شغال فيها. طيب توزيع التدفق الدفعات الماليه في المشروع يجب ان يكون حسب المخطط الزمن المقترح واذا حدث اي تغير في المخطط هل يمكن تغيير حدود التدفق المالي ولا اصبح الزامي حتى نهايه المشروع المقترح؟ بص يا هندسه احنا طبعا عندنا مبدا شغالين عليه دايما ان هو اسمه الانتجريتد تشينج كنترول. انتجريتد كلمه انتجريتد دي معناها ان التشينج لما بيحصل ما يحصلش في جزيره معزوله لوحده. يحصل وتترتب عليه حاجات في كل الاتجاهات. وبالتالي لما انت تيجي تعمل تشينج في المخطط الزمني هيترتب عليه تشينج في الكوست هيترتب عليه تشينج في البادجت وفي كل الحاجات الثانيه. وده بيبقى يعني ده طبيعي. دي طبيعه المشاريع ان دايما اي تشينج يبقى انتجريتد. في ديليفربل نمبر 1040 سب تاسكس تو بي مظبوط يا هندسه ممكن 1040 1 1040 2 وهكذا. يعني هو مجرد اكزامبل بس يعني احنا ما دققناش في الحته دي.
طيب احنا كده عندنا دكتور ابراهيم حاطط جوجل فورم، اعتقد ان هو مش للاسئله. طيب تعالى نرجع بقى نشوف احنا كنا عندنا ايه. كان عندي المهندس سامح كان اتكلم في جزئيه ايه، معلش ذكرني باشمهندس سامح انا ناسي السؤال. طيب عندنا السؤال بتاع الاستاذ لومارك، مهندس لومارك. I have a question from the previous lecture regarding FF calculation in the slides. FF سوي ES of next activity minus EF of current activity. While I found in some resources saying free float equals ES of next activity EF of current activity. ماينس واحد ولا ايه؟ وانا شايف ان الستيتمنت هي هي، بس يس ماينس وان. لا هو ماينس وان دي ممكن تبقى ريليتد بحاجة تانية، ريليتد مثلا بالطريقة اللي احنا بنستخدمها في التحديد المدد بتاعة الاكتيفيتيز، اذا كنا شغالين بالسيستم بتاع الزيرو ولا شغالين بالسيستم بتاع النكست داي اللي كنا شغالين بيه. بس لا يعني ناقص واحد مش عارف، لا مفيش ناقص واحد، يعني ناقص واحد دي ممكن من فضلك تبقى تبعت لي الريسورسز اللي انت شفت فيها الكلام ده، اشوف بس القصه بتاعت الماينس واحد دي اشوفها يعني متقاله في اطار ايه بالظبط. يعني هي ريليتد بالقصه بتاعت ان احنا بنبدا عند زيرو ولا 1، دي اللي تقصدها يا باشمهندس ربيع. يعني انا شكيت في كده برضو في الاول ان ده ممكن يكون ريليتد بالحته دي، حته ان احنا ماشيين بنظام مثلا الستارت زيرو، وان اول يوم في المشروع بيبدا من زيرو لحد مثلا لو عندنا الديوريشن 5 يبقى من زيرو ل5، والنكست اكتيفيتي بتبدا من 5 برضو ده سيستم، والسيستم الثاني ان احنا بقى ده بيخلص 5 ده بيبدا 6 وبعدين يخلص مش عارف ايه ويبدا كذا. دي الحته السؤال بتاع المهندس سامح بالمناسبه، ان هو كان بيتكلم ان هو شاف اماكن كده واماكن كده، احنا قلنا دول تو سيستمز بنقدر نشتغل بيهم. السيستم اللي احنا شغالين بيه ان احنا نشتغل بزيرو، ان الستارت والاند دول زيرو، وان انا ببدا في اللحظه زيرو، تمام؟ ببدا في اللحظه زيرو والمشروع بيبقى مثلا اكتيفيتي، لو عندي اكتيفيتي الديوريشن بتاعها 5 فهي بتبدا عند زيرو وتنتهي عند 5، والاكتيفيتي اللي بعدها تبدا عند 5 وتنتهي عند مثلا 9 وهكذا، تمام؟ فاعتقد ان الموضوع ممكن يكون له علاقه، الماينس واحد له علاقه بالسيستم اللي انت شغال بيه. ومع ذلك برضو المهندس لومارك بعت لي الريسورس دوت وانا ابص عليها واكد لك الوضع. طيب ايه تاني؟ مهندس سامح انا كده جاوبتك ولا ايه؟ ماشي شكرا باشمهندس مارك. المهندس سامح كده جاوبتك ولا لا؟ طيب نرجع للسؤال اللي كان في الاول. ماشي مهندس محمود زيتون ريحنا وحط لنا السؤال. What is schedule reserve negative total float with BERT as per the quiz number 3 is the difference between the answers of the following. Total float is the time that activity can be delayed without delaying. Total float. تمام. Without delaying. Project completion date required by the customer project completion date. طب بص موضوع completion date required by the customer ده طلعها بره. يعني ما احنا في النهايه احنا عندنا يعني لو انت جاي بيقول لك من الاخر يعني الكاستمر جاي عايزك تخلص وقت معين. فهو حاطط لك اجابه كده زقها لك في النص. وبروجكت ما عنديش حاجه اسمها delaying project، حاجه اسمها delaying project completion date. فالاجابه هنا هتبقى delaying project completion date رقم 3.